من اجادير. السلام عليكم لله. عليكم السلام ورحمه الله اخويا. مرحبا لله. سي خويا مصطفى. نعم لله بهجه. كي داير بخير؟ الله يعطيك الخير اختي، بارك الله فيك. لاباس عليك، انا فرحانه بزاف اللي شد ليا الخط اليوم. الله يعطيك الخير، الله يجعل ايامك ان شاء الله. كان فاصل يهدي من تقريبا شي 6 شهور هادي ما عمرو شد ليا الخط، انا فرحانه بزاف. مرحبا اختي بهجه، حنا في التواصل. كي دايرين كل شيء؟ كي داير كبير مع الخدمه؟ الله يعطيك الخير، الله يجعلها ان شاء الله دائما مرضيه في طاعه ان شاء الله بحول الله. الله يخليك، الله يخلي الطاقم اللي معاك، وهذا البرنامج ديالك محبوب بزاف الله يبارك فيك. وكنسهروا عليه يوميا وما كنعسش، انا من اول ما كنعس وكنبقى سهرانه حتى الصباح. مرحبا بك بهجه، انت غادي تبوحي لنا هذه الليله. نبوح اخويا، وبوح كبير عندي بزاف. مرحبا بك اختي بهجه، مرحبا. انا خويا عندي جوج بنيات. شحال دابا العمر ديالك انت يا بهجه؟ العمر ديالي زاده في 65، 51 سنه. 51 سنه. بنياتك شحال عمرهم؟ وحده زاده في 84 وحده في 85. تبارك الله ما شاء الله. اها. وهاد البنات درت لهم فيا الاب والام، كبرتهم انا وربيتهم انا وقريتهم وتا وصلوا لهذا السن. وحده دابا راه عندها طالعه في 32 وحده طالعه في 31. سمحي لي عافاك اختي بهيجه، انت تقريبا شحال هادي وانت مجوجه؟ انا تزوجت في 83. تزوجتي في 83؟ يعني كانت عندك الزواج ديالي عامين. كانت عندك 18 عام. اه. وشنو كنتي كديري قبل ما تزوجي؟ كنت في الدار، جالسه غير في دارنا. اييه. ما عمرني قريت، انا الوحيده في 8 د الخوت اللي ما قراونيش والديا. هادو انت البنت الوحيده في وسطهم؟ انا البنت الوحيده في وسط خوتي اللي ما قريتيش. انا بوحديتي اللي ما قريتش، وكان عليا الضغط في الدار والشقا، وكل شيء كيقرا وكل شيء كيمشي للمدرسه، وانا غير الدار الدار الدار. ومن بعد ما كانت واحد خالتي قاطعين مع العلاقه، اخت وحده اللي عند امي هي في كازا وحنا في اكادير. ومن بعد ما جا واحد ولد خالتي من كازا شتو، قلت لهم بغيتو بغيت نتزوج به. اييه. بغيت نحيد غير من ذاك الضغط ديال الشقا وكل شيء عليا على ظهري وانا صغيره بزاف. كيف قلت لهم الا ما زوجتونيش به غادي نقدر ندير شي حاجه في راسي. كيف بزاف الحالات ديال الاخوات. اها. وتزوجت به، يعني زوجوني، باقي ما عنديش لاكارت. تزوجت به وعشت معاه، ولكن عشت في عيشة يعني تعذبت بزاف معاه في ديك عامين. كيفاش هاد العيشة اللي تعذبتي معاه في هاد العامين؟ مني تزوج بيا داني لدارهم، ملكا الدار بيضا في سيدي عثمان، ولقيت واحد العيشة خايبة من الضغط ديال الأم ديالو، خوتو، خواتاتو، العصا، الضرب، الشقا، داكشي اللي هبط منه وطحت فيه. أها. داكشي اللي هربت منه وطحت فيه. صبرتي المعيشه في عامين؟ عامين اللي دوزت في الزواج. اه. حملت بالبنت الاولى اللي زايده في 84، جيت لدارنا دوزت في الدار ديالنا، ولدت هذيك البنت في الدار ديالنا هنا في اكادير. هو مشى خلاني تقريبا شي شهر هكاك ورجع، ما حضرش ليا كاع في الولاده مني ولدت البنت. قالوا لي الدار ديالنا ما ترجعيش ليه مني ولدتي هاد البنت، هذا راه ما يصلحش ليك. مني رجع ثاني بقى عليا بالهضره، وعرفتي العقل ديال الصغور وداك الشيء، ورجعت ليه ثاني، رجعت معاه. مني رجعت معاه خليت هذيك البنت في الدار عندنا، شدوها عليا قالوا لي ما غاديش نعطيوها لك، خليتها في دارنا ومشيت معاه حملت بالبنت الاخرى. هاد البنت الثانيه. صافي مني مشيت معاه جلسنا في الدار في كازا تقريبا 3 شهور. اها. بعد مشى للعيون، مشينا للعيون انا وياه. وبنتكم؟ لا، البنت بقات في دارنا في اكادير. مشيتي حامله مع العيون؟ مشيت حامله مع العيون. ومسبقا انت ما عندك لا حتى البطاقه الوطنيه؟ ما عندكش؟ ما عنديش حتى البطاقه الوطنيه، درنا ديك الساعه طلاق طير بالحاله المدنيه باش درنا اللاكت. واخا هي العدول غير بالحاله المدنيه اللاكت. اييه.
ومشينا غير بداك لاكط ومشينا للعيون. ديك الساعات كان باقي ما كاين لا ساتيام لا كيرا لا والو، كانوا ديك لاندروفيلات وداكشي فاش كنتنقلوا. اييه ومشينا للعيون، خدمت تماك فواحد لوطيل، كان تماك غير اوتيل المسيره وواحد لوطيل تيقولوا لي اوتيل بارادور، وخدمت زعما خدمه زوينه وداكشي تماك، واستقرينا وسكننا. ولكن كان كيتكرفص عليا العصا الضرب، ما كنشوفوش وانا حامله بديك البنت الثانيه، ولدتها في العيون، ولدت في العيون. النهار اللي عندي سبع ايام ديال النفاس ضربني، بقى كيضرب فيا حتى دزت بالنازف ديال الدم. مشيت عند البوليس قلت لهم ودي راه تكرفص عليا وضربني وانا حيا الله ولدت ويلا نفسه، جابوه شدوه قال لي اش كطلبي منه دابا، اش بغيتي نديرو ليه، اش نعتقلو؟ قلت له ودي كنطلب منه غير يعطي طلاق، هو اللي بغيت منه غير يعطيني براتي. قالوا لي ودي ما عندكش لاكارت وخاصك ولي امرك باش تاخذي الطلاق ديالك، ما كاينش ولي امرك معاك هنايا. دابا اش بغيتي ديري، واش نعتقلوه ولا شنو؟ قلت له ودي انا كنسمح ليه، باغا نمشي غير بحالي. صافي جيت البنت وجيت لدارنا، جيت بحالاتي تقريبا يلا عند البنت 15 يوم في عمرها، يلا 15 يوم بقى نفيسه. جيت في الحوايج اللي لابسه فوق ظهري اللي جيت فيهم، وجيت لدارنا لاكادير. صافي هي هذيك، بقيت في دارنا ما تليتش شفتو مازال، ما بقيتش شفتو، ما بقيتيش شفتيه. ما بقيتش شفتو نهائيا، بقيت في الدار ديالنا مع دوك البنيوتات ديالي، كنعيش في دارنا، كناكل، كنوكل معايا بنياتي. تا داروا البنات ديك وحده دارت 4 سنين وحده 3 سنين في عمرها. ما شفتوش نهائيا نهائيا، ما عمرني شفتو نهائيا، ما عمرو لا اتصل ولا شفتو ولا عمرو سول ولا عرفت عليه حتى شي خبر. عندك 51 سنه دابا؟ عندي 51 سنه. فكرني في سميتك، عافاك فكرني في سميتك. من بهيجه. بهيجه بهيجه. بهيجه 51 عام. 51 عام. و جيت وجلست، وصلت البنت وحده 4 سنين وحده 3 سنين. هادشي 4 سنين 3 سنين ما عمرو جا، ما عمرو جا، ما عمرو اتصل، ما عمرو سول، ما عمرو والو. قريت انا نخرج نخدم. خلاك في العيون هادشي؟ انا جيت من العيون، انا طلبت من البوليس، هما اللي وصلوني حتى البراج فين كيكونوا البوليس. ديك الساعات كانوا كيجيبوك حتى لتماك فين كيكونوا دوك لاندروفيلات وكيركبوك وكيصيفطوك. قلت لهم انا اللي نطلب منكم، ما نقدرش نجلس مع هاد السيد يقدر يقتلني، صيفطوني بحالي لدارنا. لان في العيون قالوا لك ما تقدر، ما الطلاق ما تقدرش تلقي، لان خصك ولي امرك او تكون عندك بطاقه الوطنيه، ما عندكش. صافي سمحت في كل شيء، وجاو ركبوني البوليس، هما اللي ركبوني وصيفطوني. وجيت لدارنا. أول ما بعد ما جيت كنسمع من خوتي ولا انت اللي بغيتي، انت اللي بغيتي تزوجي بي، هادشي اللي ديتي منه، قلنا لك مني عندك غير بنت وحده، ما كنتيش تمشي، ما كنتيش ترجعي لي، ما كنتيش. قلت لهم داكشي كله كيرجع لي، انا اللي بغيته وانا اللي تبعته، وليت حاضره راسي، ما كنت كنقدر نقول لهم حتى شي حاجه، لان لقيت المشكل مني انا، انا اللي بغيته وتبعته. مني ولدت البنت الثانيه كان عليا نجلس. صافي عاشوا معايا دوك البنات في الدار ديالنا، قلت لهم اودي انا غادي نخرج نخدم، نخدم فاش ما كان غادي نخدم على البنات ديالي، لانك ما غاديش نقدروا انتم توفروا لي هادشي للبنات ديالي، الكسوه ديالهم ماكلتهم شرابهم. قريت كنخرج نخدم، اول خدمه خدمتها وليت كنت كنخدم في الديور في الفيلات. كنمشي نخدم في الفيلات. من بعد واحد السيد الله يكثر خيره شاف لي خدمت في واحد الريستورا اللي خدمت فيها، كنربح فيها مزيان، كنشد فيها البوربوار، كنخدم ليل ونهار. كنخدم فيها ليل ونهار، ريستورا معروفه هنا في اكادير. خدمت فيها وليت كندخل الفلوس مزيان، جبت خدامه قابلت لي البنات ديالي في الدار عندنا مع خواتاتي كيقراو كلشي تيقرا. صافي بقيت على داك الشيء حتى كبروا البنات. وصلت شحال عندك ديال خوتك بهيجه؟ 8. عندي 7 وانا الثامنه، حنا 8 ديال الخوت. وهاد الخوت شحال فيهم ديال الخواتات؟
حنا خمسة الخواتات وثلاثة ديال الدراري. وهاد خمسة الخواتات كلهم قراو؟ كلهم قراو، كلشي قرا. إلا أنتي؟ إلا أنا بوحديتي، لأن أنا مني كنت صغيرة، فاش كنت صغيرة عطاتني أمي الجدة، كنت عند جدة في العروبية. مني كنت عند جدة في العروبية، مني درت 7 سنين جابوني، فاش جابوني دخلوني للمدرسة التحضيري. فاش دخلت التحضيري كان ضربوني 2 مطر، ضربني واحد وعاودني واحد، نعس في السبيطار شهر. مني خرجت من السبيطار جات جدة قالت لهم هاد الذنوب ديالي خرجوا فيكم، خرجوا فيها، لأن مني كانت عندي ديتوها ليا، دابا ما كنتوش تدخلوا على المدرسة رجعوها ليا. ورجع تاني عند جدة. رجعت عند جدة حتى درت ديك 12 عام، عاد جابوني مالين الدار. لكن ديك الساعة تبقى في المينيتير كيمشي للصحراء، ما كنشوفوش، ما كنشوفوه على عام عامين عاد كيدخل. مني جا با يشوفني قلت لي شوف با ما تخلينيش في العربية، أنا ما نبقاش هنا، كنحصد ونحرات ونحلب ونسرح وداكشي، أنا خصني نمشي نعيش كيف عايشين خوتي، دخلوني لشي صنعة ولا دخلوني ندير شي حاجة، ما تخلينيش هنا في العربية. وجابني با للدار. مني جيت للدار وقيت داكشي كلشي ديال الشقة الدار ولا كلشي كيدوز عليا، ما دخلوني لا الصنعة لا الوالو، كلشي داكشي ديال الشقة كيدوز عليا أنايا، كلشي كيمشي يقرا، كلشي كيخرج، كنبقى أنا كنفيق مع 7 الصباح ندير الفطور، الغدا نعجن، ندير خبز الفران، ندير الغدا، يعني كلشي مني، كلشي مني. داكشي علاش اضطريت باش نتزوج داك ولد خالتي، قلت اللهم نتزوج ولا نبقى في هاد العادة. فملي تزوجت لقيت العادة بكثر، لقيت حتى رفعت دعوة للمحكمة وكيصيفطوا الاستدعاء ديال الكازا وكترجع غيابي، ما كاينش، ما حاش، ما كاينش، ما حتى حد ما كيتبلغ، ما كيتبلغ حتى واحد. بقات ديك الدعوة هكاك حتى 92، وطلقت، طلقت من المحكمة، درت طلاق خلعي، درت طلاق خلعي، طلقت، شديت الطلاق ديالي بلا ما عمرو حضر، هو ما عمرني شتو، ما عمرو لا سول ولا شتو، ما عليه، وما هو ولد خالتي، نعم ولد خالتي، وما عندنا عليه حتى شي خبار، ما عندنا عليهم لا خبار لا والو. صافي كبرت البنات، خدمت عليهم، وليت كنخدم. صافي من الخدمه اللي كنخدم ما بقاتش يعني، ديك الخدمه اللي معنا ما قريت ما والو، ديك الخدمه كان اللي كنخدم كنضرب فيها تماره. من بعد وليت، اسمح لي يلا هضرت هاد الهضره السي مصطفى. نعم. وليت كان يبانوا لي طريق طرقان اخرين، وليت كنخرج ليهم. اييه وليت كنسهر مع البنات، ولا تيقولوا لي اش بغيتي الخدمه، اش بغيتي تخدمي، جي فين تجيبي الفلوس بزاف، فين ديري، فين. وليت كنخرج الليل كنسهر مع البنات، وليت كنتعاطى، كنتعاطى شويه خايبين. نعم. كنقول على قبل بناتي باش نقريهم، باش ندير لهم داكشي اللي ما داروش ليا والديا انايا. صافي وليت تعطيت لداكشي ديال الخروج الليل، حيت ما بقيتش خدامه، وليت كنخرج بالليل. وليت الخروج ديالي هما الديسكو، هو لي بواط، هما ديسكوات. نسهر بالليل بالنهار نضل نعسى، نسهر بالليل بالنهار نضل نعسى. حتى كبروا البنات. صافي طريت شريت واحد البقعة ديال الأرض في النواحي في فاكادير هنا في القليعة، في العين القليعة. أييه. شريتها عند الأخ ديالي، واحد الأخ ديالي قال لي أنت دابا خصك ديري على شطر العين، خصك تشري واحد البقعة، وشري شي بقعة وبنيها. طريت شريت واحد البقعة 100 متر وبنيتها، بنيت فيها دار تحتانية. وسكن فيها الاخ ديالي، فرجتها وداك الشيء، وسكن فيها نيت الاخ ديالي هو المراه ديالته. صافي انا كريت في اكادير، حيت ما يمكنش ليا نطلع من اكادير حتى للدار عندنا، حتى العين القليعه، يعني القليعه ما بين اكادير والقليعه شي 20 كيلومتر. الشيء اللي كاين. شي 20 كيلومتر هكا، كريت في اكادير، سكنت في اكادير. البنات ديالي درت لهم خدامه، عايشين في الدار بخير وعلى خير وكل شيء. وفي قلت
راهما عايشين انا عايشه هنا وكنمشي عندهم كل 3 ايام 4 ايام كنتقدى لهم داكشي اللي خصهم كندي لهم كندير مالي للدار اللي خصهم كنحط كلشي كنجيبو للدار كلشي كنجيبو لهم من بعد ما واحد الاخت ديالي تزوجات تخرجات وخدمات خدمات هادشي ديال لا فورماسي ديال في الشركه ديال الدواء الفورماسيانات تزوجات وهي تقول لي غادي ندي واحد البنت تجلس معايا في حيال حدانا تماك حدا الدار نيتي في اي تملول قالت لي غادي نتا تجلس معايا وتعيش معايا مخيره وانت راك تصرفي عليها وكلشي قلت لها ما كاين مشكل دات عند هذيك البنت الكبيره اللي زايده في 84 وجلستها معاها في الدار ودخلتها للمدرسه كتقرا هي كانت كتقرا في العين كتقرا ولكن بدلت لها الانتقال وداتها عندها شكون هادي اختي دات عندك البنت الكبيره دات البنت الكبيره اللي زايده في 84 داتها عندها قالت لي تجلس معايا انا قالت لي دابا غير بوحدي انا وراجلي وداكشي تجلس معايا بنتك ونقريها ونتهلا فيها وتونسني قلت لها ما كاين مشكل ولكن كنمشي عندها كل 3 ايام 4 ايام كنمشي عندها كنتقدى زعما داكشي اللي كنتقدى لهذيك كنتقدى 30000 ريال لهذيك كنتقدى 30000 ريال لهذيك اللي تقديت لهذيك كنتقدى لهذيك بحال بحال يعني كل سيمانه كنتقدى التقديه اللي ما كيتقداهاش حتى شي واحد كندي اللي ديت لتما كنديه للبنت الاخرى جلست مدة 5 سنين اللي جلست عندها طلقت انا الكرا ورجعت مشيت للدار ديالي للعين سكنت فيها وقلت غنجمع بنياتي بجوج ونجمعهم معايا في الدار داكشي اللي درت شديت بناتي جمعتهم معايا في الدار كنضل بالنهار معاهم بالليل كنهز الطوموبيل كنخرج كنسهر ما كنقولش اليوم فين كنمشي ولا شنو كنمشي نسهر كنجي في شحال كان عمرهم ديك الساعات ملي جبتيهم معاك للدار في العمر ديالهم تكون عندهم ملي جمعتهم في الدار تكون عند وحده 15 عام وحده 14 عام اول مره كتجمعي بينك وبينهم انت تولي حياتكم مشروكه كل نهار فاش كتولي حياتنا مشروكه مجموعين بثلاثه بينا ولكن انا ما عمرني زعما تغيبت عليهم عرفت شهر ولا 10 ايام ولا عرفت يعني عام ولا يعني كيشوفوني ديما عارفيني ماماهم عارفين كل شيء يعني ماشي شي وحده اللي خليتهم ولا سمحت فيهم ولا تغيبت عليهم ولا ما كيشوفوني عرفت هما كيعرفوني بان راني خدامه وجيت جمعتهم كنمشي نسهر كنجي ديما من 6 الصباح كتلقاني في الدار باش ندير لهم الفطور باش نفيق من المدرسه باش نصيفط من المدرسه باش يقراو صافي داك ولفت لهم داك الطبعة تاك الحاجة اللي بغاوها نجيبها لهم الحاجة اللي بغاوها نشريها لهم أي حاجة حلو عليها فهمهم كنجيبها لهم والسبت بحال هكا في العشية ديما كان إما نمشيو للصبيرة إما لمراكش نباتو ديك الليلة ونديهم ندورهم ونساريهم ونجيبهم لحد في العشية يعني ما كنخسرش لهم الخاطر لأن تنقول باهم ما سولش فيهم وما عمرو زعما سأل عليهم وما عمرو معمرني زعما كنعمر لهم داك الفارغ ديالهم باش ما يحسوش بالوحده نعم يعني فيا الام وفيا الاب يعني ما يحسوش بان اي حاجه بغاوها كنجيبها لهم اللي حلو عليها فهمهم كنجيبها لهم نعم صافي كبروا معايا حتى قريتهم شي شويه البنت الكبيره قالت لي ماما لا انا بغيت ندخل لمدرسه الفلوس ما انا ما كنتش بغيت نقرا في مدرسه المخزن بغيت ندخل لمدرسه الفلوس وصلت الكاترياماني وهي تقول لي انا بغيت ندخل لمدرسه الفلوس دخلتها لمدرسة الفلوس كانت ديك الساعات المدارس البريفي كانوا قلال دخلتها لواحد المدرسة في لاشاليت يقول لها مختار السوسي دخلتها ليها كتقرا فيها الأخرى كتقرا في مدرسة المخزن متبعة ليهم متبعة معاهم القراية ديالتهم متبعة معاهم كل شيء هارولك وصلت 2004 2004 انا طلعت باقي الطبقه الثانيه وطلعت الطبقه الثالثه وكريت لتحت وكريت الوسط والفوق سكنت فيه وصافي حبست انا من داك الخروج من داك الشيء كلشي وليت كنعيش بداك الكرا اللي كنشد بداك الكرا اللي كنشدو شديت لتحت كريتو بيوت للزفريه والفوق قسمتو جوج كرسونيات وكريتهم حتى هما للزفريه وكندخل فيهم الفضل حتى ما نجمع الدار مجموعه نكريها
وليت كنعيش بداك الشيء اللي كنشد في الكره ديالي. صافي البنت الكبيره كتوصلات الباك وهي تقول لي ماما انا غادي نخرج من المدرسه، راه دفعت واحد الطلب غادي نخدم في هذا في ماكرو. قلت لها لا خصك تتبعي القرايه ديالك، انا دخلتك باش تقراي خصك تتبعي القرايه ديالك. قالت لي لا ماما انا بغيت نشوف مستقبلي، بغيت نشوف حياتي، انا ما خصكيش تحرميني، خصك تخليني نقرا، خصني تخليني نشوف الخدمه، انا لقيت خدمه خصني ندخل نخدم في ماكرو. قلت لها ما كاين مشكل، انا ما غادي نحرم عليك حتى شي حاجه، اللي بغيتي ديريها ديريها. دخلت خدمات في ماكرو، من بعد ما خدمات في ماكرو خدمات تقريبا شي عام هكاك فيه، خدمات عام وهي جات عندي وهي تقول لي ماما راه تعرفت على واحد تركي وغادي يتزوج بيا. اييه قلت لها واخا بنتي لك تعرفتي على تركي واش مسلم؟ قالت لي راه مسلم ودير جنسيه امريكانيه وجابته للدار وشفناه وداك الشيء، وقالت لي غادي يتزوج بيا وغادي نمشي معاه لتركيا ومن بعد غادي يديني الامريكان. واخا قلت لها واخا بنتي ما كاين مشكل. جابته للدار شفناه كيهضر شويه العربيه، قال لك راه بغيتها وغادي نمشي نخطبها وغادي نجي نتزوج بها. شويه ما كناش شفنا داك السيد ما تلاجا، شويه صايبات الباسبور ديالها، صايبات شهاده العزوبه، صايبه لها خالها خدام في الجامعه، صايب لها كلشي الوراق اللي طلبات. قالت لي ماما راه بغيت نمشي لتركيا. هكا اش غتمشي ديري في تركيا؟ قالت لي غادي نمشي حتى تماك وغادي نتزوجو وغادي نخدم وغادي نشوف مستقبلي وغادي نمشي عليك وعلى اختي، انت تكرفتي علينا وانت تعذبتي علينا وضربتي علينا العذاب، وحنا عمرنا ما شفنا بانا، ما عمرنا شفنا حتى شي حاجه، انا بغيت نرجع عليك داكشي اللي ضربتي علينا. واخا قلت لها لا بنتي انت ما غاديش نخليك تمشي، حنا هاد السيد ما عرفناش، ما عرفناش والديه، ما عرفناش اش كيعيش، تقدري تمشي تماك، تقدري يقتلك، تقدري تطرى لك شي حاجه. قالت لي يلا ماما ما تحرميش عليا مستقبلي، ما تحرميش عليا حياتي. قلت لها ما علاش؟ انا قلت لها مني جاوني الوراق وصيبت الوراق وطبعت الفيزا ديال فرنسا وكنت غادي نمشي، تعرضتي ليا قلتي لي ماما الا مشيتي لفرنسا اذا الا جيتي ورجعتيني عند خالتي ومشيتي لفرنسا وجيتي غتلقينا ضايعين في الصنافي. قلت لها حرمت انا الخروج، ما خرجتش على قبلكم وجلست. قلت لها دابا ما تمشيش. قالت لي لا غادي نمشي ما تعرضيش ليا في الطريق ديالي. قلت لها سيري الله يعاونك ما كاين مشكل. انا كانت عندي شي بركه ديال الفلوس في البنك كنت حاطاها وكنت عاطيها الكود ديال 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 الكارت كيشي. عاطيها الكود ديال الكارت كيشي، يعني البنت مع امها كتقول راه زعما شحال درت في عمر هذيك الساعات اختي مهيجه؟ هادشي في 2004 2004 يزيد في 84، هادشي في 2004. درت واحد 20 عام تقريبا. في 2004. اها. مشات جابت واحد كارت كيشي ما عرفت منين دبرات عليها ودارتها ليا في البلطان، مع انا عندي مرض نفساني وانهيار عصبي متبعه عند سبعه الاطباء من المتبعه. نعم. كان كيشدني واحد انهيار عصبي خايب، تبعت في مراكش متبعنا في اكادير عند شي ثلاثه ديال الدكاتره هنايا ديال المرض النفساني وانهيار عصبي. كنشرب داك الدواء وداك لوكزومين وسميتو كنعس ما كنعقلش. هزات شدات ديك كارت كيشي حطاتها ليا في البلطان، وهزات ديك كارت كيشي ديالي وحطات ليا ديك الاخرى معانا ما قاريهاش ما عرفتش. المهم هي كتهز ديك كارت كيشي كتيري بها الفلوس. انت راه في بالك بان داك الشيء اللي في بلطامك راه في بلطامك. انا دابا مع كنحل البلطام هكا كتبان لي كارت كيشي، يعني راه كاينه كارت كيشي، هي كارت كيشي هزاتها كتخرج بها الفلوس في الوقت اللي غتمشي هي لتركيا. داك الوقت اللي غادي تمشي لتركيا كتصيف في الوراق، هي كتسحب في الفلوس من 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 البنكه. انا ما عرفتش، انا ما على باليش بان راه الفلوس هي، حيت قالت لي هذاك السيد راه غادي يصيفط لي الفلوس باش غادي نقطع وغادي يصيفط لي الفلوس باش نديرهم في الباسبور وباش غادي نمشي. هي خرجت لي 3.5 مليون. بدك في مده 20 يوم خرجت 3.5 مليون. كل نهار كتخرج حصه.
كل نهار لقيت فاش مشيت للبنكة كنلقى شي خارج في فين زكان، شي خارج في شارع الحسن الثاني، شي حدا العمالة حدا البحر، شي في التشيرة، كل مرة فين كل كارت كل مرة فين خارج داك الشيء اللي قالوا لي في البنكة. أيه صافي مشيت أنا ما عرفتهاش واش هزات لي دوك الفلوس كلهم، مشيت معاها ركبتها في المطار. شنو قلتي لها؟ ما قلتي لها حتى حاجة؟ لا مازال ما عرفتش واش مشاو لي الفلوس. اه جبت مازال انا الفلوس وشريتهم ليها اورو في المطار تما، شريتهم ليها اورو 300 300 اورو. اها 300 اورو شريتها لها وعطيتها لها في يدها، مازال انا ما عرفتش واش هز لي الفلوس. اه صافي تجيت انايا و صيفط معاها صافي ماما بالسلامة وهذه ما عمرني نساكم وانا غادي على قبلكم وانا غنخدم على قبلكم وانا غندير كغير سيرة بنتي وهزي راسك الله يعاونك الله يسهل عليك. من بعد مشات يعني مشات هي ركبت الحد. انا من عند الله درت لي في عقلي واه ما شتها انا كتشري ملي بغات تمشي شرات دوك الروايح الغاليين وشرات الحوايج غاليين السكان غاليين الباليزات الغاليين داكشي. كان قلت لها منين جاك هادشي كله؟ قالت لي كاع الاصدقاء ديالي وصديقاتي اللي خدامين معايا في ماكرو كلشي جابوا لي هادشي هدايا. اه كلشي كادوات. هو ما يمكنش نقول لك هادشي كله غالي بحال هكا، وانا الروايح عارفه دوك الروايح كنت كندير معرفه الثمن ديالهم شحال كيديروا. اه هو مشيت انا يا وصلت الاثنين، هي ركبت الحد وصلت الاثنين، مشيت انا هذا الكارد كيشي كندفعها كترجع. أه. كندفع كارد كيشي كترجع. أه. وانا ندخل عندهم البنكة في أي تملول قلت له ودي راه كندفع كارد كيشي كترجع ليا. ردات لك لاكارت البلاصتة؟ ردات ليا لاكارت البلاصتة وهزات ديك لاكارت. ما ديت ما جبت. اه شديت ديك كارد كيشي مشيت عند هذا قلت له ودي راه كندفع هاد لاكارت. وانا قلت ليه لاكارت مهم وفعلا عمرني ما خرجت بها، عمرني ما خرجت بها، درتها ولكن عمرني ما خرجت بها. قلت لها هاد لاكارت راه عمرني ما خرجت بها وكنحشيها في الكيشي كترجع. ملي مشى معايا السيد قال لي هاد كارت كيشي راه حفات بالخروج. قال لي هاد كارت كيشي عندك راه حفات بالخروج. ما يمكنش انا ما عمرني خرجت بها الريال. قال لي واجي معايا جلس ضرب داك الشيء في الكمبيوتر ويقول لي راه خرجتي. قال لي في مدة 20 يوم 3 مليون و 110,000 ريال. اها اما كيف سخفت بقيت كنغوت تماك في البنك كتجمعوا عليا الناس تيقول لي تخرج عندي المدير كيقولوا لي مالك شكون من كنتي عاطيه الكود؟ كنقول لهم بنتي. تيقولوا لي ما ضعيها هذه؟ كنقول لهم ما عندي لا بنتي درتها تعفيه وزادت قطعات البحر. اها بنتي مشات قطعات البحر ومشات ما عندي ما ندير. صافي جيت مرضت زادت انا مريضه ومع الصبا وجيت مرضت جاو خوتي عندي ما قلت لهم هذا لك يا هي كانت عارفه انا الرقم ديال داك السيد اللي قالت لي غادي نمشي عنده. اتصلنا بها اتصلنا بداك السيد قلنا ليه عافاك الهام دوز لينا الهام. قال لك الهام انا ما شفتهاش جات ومشيت معاها وكرات والبلاصه اللي كرات قال لك تحولت منها وما تعرفتها فين مشات. قال لك وما كايناش معايا. اها صافي تقطعت الهضره ديالتها تقريبا عام. اها عام ما تليتش. وليت انا دابا وليت هي كان بغيت نقول ما تليت بغيت لها فلوس لا والو وليت بغيتها غير هي نسمع صوتها ونعرفها فين كاينه واش مقتوله واش مذبوحه واش مطيه ليها شي حاجه واش والو الخبار ديالها ما كايناش عام مدة عام. اها انا الكواش المرة ولد اختي جالس في الباطوار وهو يلقاها هو يشدها من ظهرها. في اكادير هادشي؟ اه في اكادير. هي كتدخل عند شي ناس في الباطوار ودوك الناس اللي في الباطوار عندها علاقة مع واحد الولد ديالهم. اذا هي كتنزل عندهم وكلشي وكيعرفوني هما وكلشي وكتنزل عندهم وكترجع لتركيا. هما ما تعرفوش باللي انت ما عارفاش ولا تتقلب على بنتك؟ عارفين اني كنقلب على بنتي وفي خبارهم وفي روسهم وكل شيء عارفين. وهي كتجي عندهم بلا ما يخبروك بلا ما يقولوا لك حتى حاجه؟ بلا ما خبروني بلا ما قالوا لي حتى شي حاجه. واخا
شدني شدها ولد اختي من ظهرها قال لها الهام اش كديري هنا امك مريضه امك كتقلب عليك امك تصحابك متي. قالت لي صافي صافي انا قالت لي هاني واحد يومين وغادي نجي راه بحال جيت راني جيت غير في الباطو هو الباطو راه ما كاينش من تركيا سميتو المغرب صافي شدها تما قال لها والو تزيدي معايا قالت لي لا صافي نور الدين خليني انا قالت لي ما نقدرش نمشي معاك ما عنديش نتفاداو كاع السميات نتفاداو كاع السميات نتفاداو كاع السميات اختي بهجه اه واخا خويا اسمح لي قال لي قالت لي ما نقدرش نشوفها ما نقدرش انا غادي نجي صافي انا مني قال لي راه تلاقيتها في الباطوة عرفتها واش كاين عندك الناس انا ما عمرني طحت ليا في بالي واش غادي تكون عندهم مع 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 الهبطه اللي هبطت في الباطوة حتى دوك مالين الدجاج ومالين الماكياج اللي كيكونوا تماك وهما كيعرفوني كلشي قالوا لي مع سلمت على دوك الماكياج قال لي بنتك راه كتكون هنا ديما كنشوفها قال لي كتجي مقديه وكتجي قال لي محمله التقديه ومحمله كلشي راه كتطلع عند هاد الناس اللي فوق قالها لي مول الدجاج تا هو قال لي راه كتطلع عند الناس اللي فوق هادو اللي ساكنين هنايا طلعت عندهم كنلقى غير الام ديالهم كندق عليها كنقول لها بنتي كتقول لي بنتك ما كايناش قلت لها بنتي كانت هنا وبنتي سرقات لي الفلوس وجات عندكم وانتم اللي خرجتوا عليها وانتم اللي قالت لي بنتك ما كانتش قلت لها بنتي كانت وكاينين الشهود وماني الحوان شاهدين وشدها ولد اختي هنا صارت الزنقه وكل شيء قالت لي بنتك كانت هنا ولكن بنتك مسخوطه كون كانت مرضيه كون جات عندك قلت لها انتم اللي ما مزيانينش انتم غنجيب لكم البوليس انتم اللي خرجتوا لي على بنتي دابا غادي تقولوا لي بنتي فين كاينه فين مشات بنتي انا دابا بنتي عام ما شتهاش قالت لي بنتك ما شتهاش بنتك راه رجعت لتركيا وهي بنتها من وهي بنتي جات دات بنتها معاها بنت هذيك بنت هذوك الناس داتها معاها مشات هي وبنتهم هي تقول لي في الاخر راه بنتك مشات هي وبنتي راه مشات هي وبنتي مشاو لتركيا ودابا هاك هي التليفون ديال بنتك وهضري معاها انا قالت لي واخا هكاك انا ما غاديش نكون ماشي مزيانه قالت لي واخا بنتك ما مزيانهش ما عرفتش لا فين كاينه لا والو هاد التليفون ديال بنتك قلت لها ما كاين مشكل قلت لها انت صدقتي مزيان قلت لها صدقتي انت هي اللي مزيانه اللي قلت لها بنتي كتجي عندك وكتدخل عندك وعارفيني كنقلب عليها وكنتشوى عليها وما قدرتوش تقولوا لي بنتك انا ولا تعملوا لي غير التليفون صافي انا مع خرجت لبرا وانا نمشي للتليبوتيك دورت التليفون وهي هز بنتي التليفون هي تقول النمرة ديال تركيا يلا هزات التليفون هي تقول الو خالتي مينا كتصحاب واش مد ديك واش ديك السيدة اللي كتجي عندها نعم نتفاداو كاع السميات باش ما نحرجوش هذوك الناس ايه ما كاين اسمح لي كان اي باش ما نحرجوهمش هما وصافي ايه ايوا قلت لها انا ماماك انا ماماك ماشي فلانة انا ماماك بهيجة شوما عليك اش درت ليك بنتي انا ما كتبيت منك والو غير جي عندي نشوفك اش درت معاك اش دوزت فيك انا كبرتك وربيتك وضربت عليك تماره قالت لي صافي ماما صافي سمحي لي صافي غادي نعيط لك صافي واخا سمحي لي ماما سمحي لي صافي قطعت معاها الهضره شديتها بالبكيه حتى للدار اها شديتها بالبكيه حتى للدار عيطت لخوتي عيطت لهم كلشي قلت لهم ودي راه ها فين لقيت اللي عطاتني التليفون وها فين كاينه اش قالت لك هي البنت من عيد طلع ايه اش قالت لك البنت من عيد اش قالت لك البنت من عيد طلع قالت لي سمحي لي ماما راه ما عنديش لوجه باش نجي عندك وانا ما نجي حتى نجيب لك فلوسك اللي ديت ليك وانا غرني الشيطان وانا هذيك قلت انا ما بيت منك لا فلوس لا والو بيت غير نشوفك انت انا ما بيت من انا خسرت عليك اكثر من دوك الفلوس خسرت عليك حياتي كلها انا ما بغيت منك والو بغيت غير نشوفك ما بيت منك حتى حاجه نعم قالت لي صافي ماما راه غادي نعيط لك غادي نعبأ وغادي نعيط لك صافي صافي مشيت انايا هزيت الطوموبيل ومشيت طلعت للدار عيطت لخوتي وخواتاتي وداكشي جمعتهم قلت لهم اودي راه لي طرا لي طرا لي طرا راه فين كاينه فين جبت التليفون كاينه في تركيا وراه داكشي اللي قال لي ولد اختي راه بصح انا ما صدقتوش انا ما صدقت كاع ولد اختي كنقول يكذب عليا تلقيت داكشي بصح صافي بقات البنت هي هذيك كنعيط لها غير انا بقيت شاده هذيك التليفون كنعيط لها غير انا هي ما كتعيطش صافي حتى كتفاجئني كتجلس في 2000 مشات في 2000 وهذا في 2004 2005 2006 جات 2006 جات نزلت ثاني جات
15 يوم باش نزلات عاد جات عندي. نزلات عند دوك الناس ما جاتش عندي للدار ديريكت. جات هي تقول لي ماما انا راه جيت، عيطت لي في التليفون، عيطت لي بريفي. قالت لي ماما انا راه في تركيا، راه نشد الطياره غدا وغادي نجي. قلت لها علاش بريفي كتخرج من تركيا؟ قلت لها عيطت لي بريفي. قالت لي كنعيط من واحد التليفون، هي كتعيط من بريفي من عندهم من الدار. قلت لها واخا ما كاين مشكل. جات جات 15 يوم وهي تجي للدار، جابت شي باج، جابت شي حوايج. انا شفت التاكسي ديال سميتو قرا خويا، لقى بان داك التيكيت اللي في الباليزات داخله مع داخله ب 15 يوم باش داخله ديال الطياره. وهي تقول لي انا راه جيت باش نتزوج بولد هذوك الناس نيت. اييه قالت لي انا راه جيت، انا راه جيت باش ندير العرس وباش نتزوج. اييه قلت لها غادي تزوج هذا السيد، هاد السيد خدام، هاد السيد عنده شي دار، هاد السيد فين غادي يعيش؟ قالت لي انا جيت باش نتزوج به. قلت لها ودي انا داك السيد ما بغيتوش لك، ما بغاتوش ليا خاطري باش تزوجي به. قالت لي هو اللي غادي ندي، واخا تجيبوا لي اللي بغيتو هو اللي غادي ندي. قلت لها ما كاين مشكل، اللي بغيتي ديريه ديري انت، من اولك كتقولي بغيت ندير بغيت ندير، راه غادي تزوجي وغادي تندمي. هاد السيد راه ما بغاتوش ليا خاطري باش تدي. صافي دارت مشات عندهم، جابت مو وخالاته وعمامه خطبوها، داروا الخطبه، دارت القاعت، دا خويا عند شي عدول تماك في العين، ودارت دارت القاعت هي وياه. النهار اللي غادي دير العرس دارت مشات كرات الدار، كرات الدار في اكادير، ودارت كل شيء هي من عندها. كل شيء دارته من عندها، ما جاب ما داتني معاها، ما حضرتني لا في تقضيه لا فشنو غادي دير لا حتى شي حاجه والو. قالت لي غير اجي راه عندي العرس في البلاصه الفلانيه، وجيبي معاك خوالي وخالاتي وجيو. يعني مشيت لذاك العرس بحال الضيفه، بحال شي ضيفه. يعني العروسه خاصها تخرج من دار امها وتخرج تخرج من دار امها عروسه وتمشي. هي مش هي برزات في دارهم وبلسات في دارهم، ومشيت انا غير بحال شي ضيفه، بحال شي ضيفه. مشينا جلسنا في ذاك العرس حتى الوحده ديال الليل ورجعنا بحالتنا. مشيت جبت غير الفقصه وجيت. تزوجت بهذاك السيد، تزوجت به، جلسات هي وياه شي تقريبا شي 3 شهور، طلعوا لتركيا جوج بهم، عاشوا تماك خدمه، حملت معاه، ولدت معاه بنيه. ما بغا يوقع لهم واحد المشكل تماك في تركيا، غادي تشد هي في الحبس. شنو كان السبب حتى تشدت في الحبس؟ هو كانت عنده واحد بنت خالته مع شي سعودي، وعرض عليهم الدار عندهم في تركيا. رجل بنتك؟ رجل بنتي، بنت خالته مع شي سعودي وعرض عليهم الدار عنده في تركيا. هي بنت خالته وهذاك السعودي، وهذاك السعودي عرضوا عليهم للدار. ملي عرضوا عليهم للدار، انا بنتي ما كتهضرش معايا، ما بقاتش كتهضر معايا نهائيا، حيت جابت البنت ديالها وحطتها عند عدوزتها ومشات، ما شفتهاش. ملي جابت البنت حطتها عند عدوزتها ورجعت لتركيا هي وياه، وخلات البنت عند عدوزتها، وانا كنسكن قريبه قريبه لعدوزتها، ماشي بعيده، يعني ما بيناتنا الا شي خمسه شي 6 كيلومتر هكاك اللي بيناتنا. ومشات رجعت هي وياها لتركيا، وما كتهضرش معايا بنتي. تجاتني الخبر بان راه جابت البنت وجابتها حطتها عندهم. ملي هضرت مع عدوزتها قلت لها ودي جابت البنت وما خبرتونيش. وما هي تقول لي عدوزتها شوفي البنت كانت بنتك، درك ما بقاتش بنتك، دابا راه ولات بنتنا حنا. ملي جات ولدنا راه ما بقيتي كتسالي فيها والو. لا واخا الله يرحم الوالدين ما كاين مشكل، لا فوت ماشي ديالك ديال بنتي. مشى داك السعودي عندهم للدار. ملي مشى عندهم للدار يمكن شوف واش كانوا حاطين عليه شي مافيا ولا ما عرفت شنو، خلاهم حتى جالسين مجموعين هما يدخلوا عليهم دوك العصابه في تركيا. دخلوا عليهم. هادشي اللي كيعاود ليا انا السعودي بفمو، وتيعاودوا ليا هما، وداكشي اللي تقال ليا. دخلوا عليهم كتفوا السعودي، كتفوا الراجل، كتفوا خوه كان تماك، كتفوا ديك البنت، كتفوا بنتي، حطوا لهم قال لك الفراده في فمهم. قالوا لذاك السعودي غادي تعطينا كارد كيشي والفلوس اللي عندكم والذهب وداك الشيء كلشي، قال لك لانهم في الدار جمعوه.
شدوا كارت ديشي من عند داك السعودي وتيقولوا للبنت ديالي انت اللي غادي تمشي معنا ويعطينا الكود وانت اللي غادي تمشي معنا وشي غادي يبقى في الدار وشي واحد غادي يمشي معك حتى تري الفلوس من كارت ديشي وتجيبيهم. شكون هادي اللي من قالوها؟ بنتك؟ بنتي اه كتمشي بنتي مع واحد كتخرج الفلوس وكيجيو للدار وكيجيبوا دوك الفلوس بشي شي ربع ايام وما مكتفينهم في الدار تخرجوا تقريبا شي 20 مليون ديال داك السعودي ديال الفلوس. اها تلقوهم خرمشاو بحالاتهم مشات بنتي بغات ديكلاري ملي بغات ديكلاري قال داك السعودي انا اللي غادي نمشي نديكلاري انت غير جلسي ملي مشى داك ديكلارا داك السعودي قال لي ما ودي راه انا عرضوا عليا للدار وهما اللي متفقين هي وراجلها متفقين مع دوك العصابه وجابوهم ليا للدار. وراه التسجيل ملي مشاو هما البوليس ديال تركيا لسميتو الكاميرات لقاو وجه بنتي اللي هي اللي كتيري الفلوس. اييه هي اللي كتخرج الفلوس. اييه شدوها 4 شهور وهي في الحبس ما قالوهاش ليا هما 3 شهور 3 شهور ما قالوهاش ليا. اها بغاوش يقولوا لي راه بنتك مشدوده. اها الوقت فاش غادي يقولوا لي مشدوده هو فاش خاصينهم الفلوس باش يديروا له على المحامي. اها المحامي تماك ماشي بحالنا انا المحامي كيطلب 7 المليون تماك طلع 10 المليون ديالتنا حنايا. اها عاد عيطوا لي قالوا لي ودي راه حنا بغينا نقول لك واحد الخبر قلت لهم شنو قالوا لي راه بنتك مشدوده شي 3 شهور وما بيناش نقولوها لك. شكون اللي عيط لك؟ هرب. شكون اللي عيط لك؟ هما نسابك نسابي عيطوا لي والولد هرب هرب من تركيا هرب غير في البر هرب غير في البحر. اه بقات غير البنت ديالي واخوه وديك البنت اللي مشدودين. بنتك واخوه وديك البنت اخوه هو وديك البنت اللي مع السعودي هما 3 اللي مشدودين. بنت خالت هو هرب دخل المغرب. بنت خالت راجلك داك بنت خالت بنت خالت اسمح لي بنت خالت راجل بنتك. اه مشدودين بثلاثه بيهم. اه ملي دخل المغرب دخل من 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 الجزائر منين دخل حرق الجزائر ودخل من تماك ودخل المغرب عيطوا لي قالوا لي ودي راه البنت ديالك مشدوده ومعاهم ولدنا ومعاهم البنت. قلت لهم شنو وقع ما في خباري علاش مشدوده بنتي مشيت كنجري عندهم قلت لهم عاودوا لي شنو واقع وياك راجل بنت ياك راجل إيه؟ ياك راجل بنتك هرب راجل بنتي هرب بقى مشدود غير خوه وبنتي وبنت خالته ثلاثه بهم. اه هما عيطوا لك نسابك قالوا لك راه ولدنا تا هو مشدود. قالوا ولدنا مشدود دابا الوقت فاش جاوا البوليس باش يدوهم من الدار كان راجل بنتي خارج القهوه عيط لها قال لها ايلام فين كاينه قالت لي هرب راه البوليس جا وهرب انت تبقى انت بعدا مقابل البنت حتى الا مشينا حنا تبقى انت زعما حاضي البنت هو هرب هذيك هي هربته من تركيا دخل بشي باسبور مزور. اها داز بشي باسبور مزور باش داز. اها جا داز باسبور مزور وهادشي كيعاودوا ليا هو بفمهم. داز باسبور مزور وداز قال لك الجزائر ومن الجزائر قال لك تكرفصت باش دخلت المغرب. صافي شدوهم هما عاد عيطوا ليا هما عيطوا ليا قالوا ليا اجي راه البنت ديالك راه مشدوده مشيت عندهم قلت لهم دابا عاد معيطي ليا ملي كنعيط لكم كنقول لكم البنت كتقول لي البنت ما تبقاتش بنتكم دابا اش بغيتوني قال لك البنت راه مشدوده وراه 3 شهور ما بغيناش نقول لك عرفنا كنتي عندك مر من الثانيه وهي راه عصبيه خفنا كلات المرضي قلت لهم دابا عاد كتفكروا فيا واش غادي نمرض علاش بنتي ما قلتوهاش ليا بنتي مكرخصه في الحبس علاش ما قلتوهاش ليا قالوا لي راه واحد السعودي ها اللي دار ليها ها اللي دار ليها ها اللي دار ليها عطوني النمره ديال داك السعودي عيطت لذاك السعودي انا كنطلب فيه تيقول لي وحق الكعبه يا ويجي زوجها على تركيا بنتك غادي نخرجها لان راجلها اللي عمل لي هذا الشيء. يقول لي يجي راجلها على تركيا ندير التنازل لبنتك تخرج لان راجلها اللي متفق مع العصابه هو اللي جاب لي العصابه. وانا قال لي كنت غنموت قال لي انا عندي تنفس ما كانش وفي الضيقه وكانوا رابطيني وحاطين لي قال لي المسدس على فمي وقال لي كنت غادي نموت قال لي يدخل راجل بنتك على تركيا انا بنتك تخرج وندير لها التنازل. عرفتي شحال خسرت ديال الفلوس باش كنعيط ليه وكنطلب فيه وعيطنا للناس في السعوديه وكيمشيو عنده تيقول لهم لا صافي قالوا لي خص حيت عندهم واحد بنتهم كتخدم مضيفه في الطياره تيقولوا لي دابا خصك تجمعي الفلوس باش نديروا لها باش دير المحامي باش كنقول لهم لا خصني نمشي انا ونمشي نطلع للقنصليه تما ونشوف الدوسي ديال بنتي اشنو فيه تيقولوا لي لا ما عندك فين تمشي ما عندك ما عاد هضرات معايا بنتي من الحبس التليفون ديال شيخها. اه التليفون ديال شيخها باش هضرات معايا
قلت لها كي دايره؟ بلا باس بخير. قالت لي ماما راني مكرفصه، راني كنموت، عتقيني خرجيني. شوفي اش ديري، واخا تبيعي دارك واخا ديري اللي درتي، خرجيني، راني غادي نموت، راني مكرفصه في الحبس، راني ما دايره والو، راني مشيت مظلومه. قلت لها غنجي عندك. قالت لي والو، ما تجيش لتركيا، ما كاينش اللي يعطيك وقت، وما كاينش اللي يعتبرك، وما كاينش اللي غادي يقول لك حتى شي حاجه، ما كاينش اللي غادي، ما كاينش قالت لي اللي غادي يديها فيك. حاولت حتى جمعت ليها الفلوس، جمعت ليها بالحق، جمعت لها 3 المليون، هي اللي جمعت. اها 3 المليون عطيتهم لديك اخت راجلها، قلت لها الفلوس اللي غادي نعطيك. اخت راجل شكون؟ نعم اخت راجل شكون؟ اخت راجل بنتي. اخت راجل بنتك؟ اختو اللي كانت مع داك. لا هذيك بنت خالته. هذيك بنت خالته. هذه اختو. هذه اختو كتقرا داك السيد ديال مضيفه في الطيران، دابا راه ولات مضيفه. عطيتيها داك المبلغ باش هي تديه باش هي تمشي عندهم لتماك، لان مقبوط حتى خوها مشى غير ضيف عندهم. صح. خوها كيقرا داك السيد ديال المدرسه ديال السنان. مشى غير يكون جي عندهم وتشتا هو مشدود، هو في الحبس، واحد الحبس قال لك بعيد على ذاك الحبس، هو في حبس اخر وهي في حبس اخر مع ديك البنت. مشات دات الفلوس ومشات عندها، صافي حتى كتعيط ليا كتقول لي راه خرجنا المحامي وراه حنا خرجنا، ولكن باقيين في يعني خرجوا غير بواحد الكفاله وداك الشيء. وهي بنتي كتقرا التركيه، راه الهضره عندها تركيه، كتصرف التركيه، كتهضرها مزيان. صافي خرجات من الحبس، وداك السعودي بقى كيعيط ليا تيقول لي في الاخر الا بغيتيني ندير لك لبنتك التنازل وتخرج خصك تعطيني 30 مليون مغربيه. قلت ليه بنتي خرجات والله معاها ورضات الوالدين معاها. شحال دوزات بنتك؟ شحال دوزات بنتك؟ نعم شحال دوزات في الحبس؟ دوزات 4 شهور. وخرجت بشي كفاله ولا خرجت بكفاله وخرجت بالمحامي خرجها، ولكن باقى لحد الان عندها الجلسه، باقى متابعه لحد الان. دابا بنتي راه ما دخلتش للمغرب 5 سنين. هذه وشحال ادات في الغرامه؟ خلصت شي غرامه ولا شنو؟ ما عرفت شحال خلصات في الغرامه، وهو داك السعودي خلصات تركيا لان مخلص لاسورانس. اها خلصات لي داك الشيء اللي مشى لي خلصات لتركيا بالدوبل. هذاك الشيء علاش شادين فيها هي في تركيا تماك، على داك الشيء اللي دفعوا لي ديال الفلوس لهذاك السعودي. وهي باش خرجت قلتي لي؟ هي خرجها المحامي. اها المحامي هذيك البنت اللي كانت مع السعودي دايره محاميه، جابتها من فرنسا اختها. وبنتي دارت محامي تركي. هذاك الشيء باش خفضوا لهم ديك العقوبه لاربع شهور؟ هذاك الشيء باش دوزوا ديك 4 شهور وخرجوا. ديك البنت هي وخو راجلها جاوا للمغرب، دخلوا حتى هما، دخلوا يعني متابعين، ولكن دخلوا بباسبورات هما مزورين. شكون هما اللي دخلوا بباسبورات مزورين؟ ديك البنت اللي كانت مع السعودي وخو راجل بنتي. اها دخلوا يعني هربوا من تركيا باش ما يبقوش متابعين، وبنتي ما بغاتش تدخل. قالت لك انا غادي نبقى في تركيا حتى نتابع القانون، حتى نشوف ان غادي تخرج. اها صافي بقات تماك، بقات خدامه، كرات بوحدها، عاشت بوحدها. البنت بقات عند جوزتها هنايا. صافي تعرفت على واحد اللبناني تماك، هو اللي خدمها في واحد الشركه ديالته، لان هي ممنوع عليها تخدم في اي بلاصه الا داك اللبناني اللي وقف معاها، لان فين ما تبعث الوراق كيخرج ليها، لان عندها متابعه باقي بالحبس. خدمت عند داك اللبناني، كدير داك الشيء ديال السياحه، مترجمه، كترجم، كتمشي مع السياح، كتستقبلهم. صافي طلبات من هذا بات بن هذا اللي وقع ليها مع المشكل، طلبات منه الطلاق. قالت لي خصك تطلقني، انا ما نقدرش نعيش معك مازال، انت هربتي للمغرب وانا محصوره في تركيا، وانا خصني نعيش حياتي، وانا ما نقدرش نعيش بوحديتي هنا في تركيا. الا صافي انت يعني ما شفت منك الا الخير، ودوزتي الحبس وجيتي عليا وهربتيني، وانت كون ما قلتيش ليا سير راني مشدود وكون سميتو. صافي هضروا مع والدي، قال لي صافي عطيها الطلاق ديالها. دارت لخويا الوكاله، مشى عندها خويا لتركيا، دارت لي الوكاله وطلقها هنايا الراجل. طلقات هنايا وتزوجت دابا بهذاك اللبناني،
داك اللي كان مخدمها هذاك اللي كان مخدمها تزوجات به ومشى خويا وداروا الفاتحه وداروا داكشي تماك داروا الفاتحه وداتير خويا ومراته داروا الفاتحه والخطبه وحملات معاه ملي حملات معاه بطيح القاعد داتني انا في نهار 11 في شهر 12 هذا شهر 12 اللي فات مشيتي عندها لتركيا انا مشيت عندها ثلاثه المرات انا اللي كنمشي كنقطع وكنمشي كنمشي كنجلس سيمانه وكنجي دابا مشات هي دابا من 2004 مشيت عندها ثلاثه المرات في حياتي كلها مشيت نهار 11 وجيت نهار 18 دوزت سيمانه هادشي مني كانوا غيعقدوا مني كانوا غادي داروا العقد في ديك البلديه ديالتهم وحضرت معاهم وكلشي داروا العقد ديالهم وداك السيد اللي خداتو لاباس عليها صاليها ضرب بشي 260 مليون في سميتها وصاليها الطوموبيل في سميتها مسك عليها زعما مسك عليه الله لاباس عليه زعما يعني واحد السيد لاباس عليه نعم دابا هي المشكل اللي بغيت نقول لك اخويا مصطفى نعم هما دابا البنت الاخرى حتى هي مشات لتركيا كل بنت الاخرى بنتك الاخرى بنتي الاخرى حتى هي مشات بلا خباري بلا والو دارت لي نفس المشكل اللي دارت لي اختها هزات لي حتى هي الفلوس من البنكه ومشات قطعات بهم البيه ديال الطياره ومشات لتركيا عاودي لي على البنت الثانيه بعدا اللي صغر من اختها صغر منها بعام ياك هذيك بنت 84 وهذيك بنت 85 دابا هذه بنت 85 واهلي شنو وقع ليا منها هي اللي مرضتني وخرجت ليا على حياتي هذيك اللقيطه هذيك اللقيطه اللي كانت عند بنتك تقريبا هي فاش خرجت بنتك الاولى هي كانت عندها 20 عام هذوك التفاصيل اللي كنتي كتعيشي مع بنتك الكبيره كانت تعرفهم بنتك الصغيره بجوج بيهم كانوا كيعرفوه وكانت حداك معاك ديك الساعات هي بنت صغيره كانت معايا البنت الصغيره اها لا ملي كنت كاريه في اكادير كانوا في دارنا كنت دايره لهم خدامه لا خليها هذاك الشيء ما تنهضروش عليها دابا تنهضر على 14 عام الفوق اي عشت معاهم في الدار هي عاشوا معايا بجوج في الدار عاشوا معايا بجوج في الدار ولكن ملي كنت كنخرج وكنجي في الصباح ما كانوش كيعرفوني فين كنمشي ولكن كيحسوا كيعرفوا ما من خلال اللبس اللي كنلبس والمزيه فاش كنمشي وداك الشيء كيعرفوا نعم ضروري كيعرفوا دابا الوقت اللي البنت مشات فيه لتركيا في 2005 انا كنعيش ما بين الطبيب ديال مراكش كنمشي ندير جلسات عند طبيب نفساني في مراكش وكنجي البنت الاخرى كنلقاها حامله اين هي البنت الصغيره حامله وكي جا هاد الحمل عاوتاني حامله عندها 6 شهور واش وقع ديك الساعه ملي كانت عايشه معاك عايشه معايا في الدار وانا كنمشي لمراكش دابا ملي كنمشي لعند الطبيب كنخليها في الدار بوحدها وكنقول لخوتي عودوا طلوا راقبوها وخوتي دابا ما حنا جينا في واحد البلاصه مجموعين دار حدا دار دار حدا دار هادشي في بعد ما كنجي انا من مراكش البنت كرشها ما كتبانش كتبان يعني كتلبس عادي ما كتبانش ليا كرشها ما والو هادشي في القليعه في العين انا صاحبي مشيت مع مرت واحد المرض نفساني مع البنت الاولى مرت واحد المرض نفساني سايبتها ولا كيعوج ليا فمي كتعوج ليا يدي كتعوج ليا رجلي وليت عايشه غير مع الدواء غير مع لادروك ديال الفاني جيت للدار انا البنت ما ديت ما جبت ما كنشوفها زعما كرشها كتبان ليا ما منفوخه ما والو يعني ما كتبانش لك واش حامله هي كانت كدير واحد الصمطه الصمطه باش كتفش كرشها حتى كتبان لي واحد النهار ماشي نورمال قلت لها يلاه هي معايا عند الطبيب ديتها عند الطبيب دوزت لها عند الطبيب ديال جيكورون ديال النساء دخلتها عنده تعطلت مع الطبيب خرج عندي الطبيب قال لي ودي راه البنت كيما ولدتيها باقا هي راه باقا بنت وما بها والو قلت له ومناش كتبان لي كرشه شويه منفوخه قال لي ودي راه عندها غير المصران منفوخ ليها شويه ويخرج لها واحد السيرو ديال المصران وواحد الفانيت مشيت انا على نيتي وغنبيصها في جبهتها قلت لها انا كنت مخلوعه عليك بنتي لا تكون شي حاجه ولا شي جات للدار جلست 3 شهور مشيت لمراكش انا حتى كيعيطوا لي كيقولوا لي راه بنتك كتولد في السبيطار اها
تفاجأت، شديت تاكسي كورسا وجيت مع الطوموبيل، ما كنتش كنقدر نسوق معايا يدي كتعوج ليا. شديت تاكسي جيت ديريكت للسبيطار الحسن الثاني، كنلقى البنت ولدات، جيت هزا معايا مثبت نقتلها. تنقول ليها ولد من هذا؟ كتقول لي هذاك اللي دار لي هكا ضحك عليا ومشى بحالته ما عرفتوش شكون هو، قال لي غنتزوج بك ما عرفتوش شكون هو. اها ما بغاتش تقول لينا شكون. اها هزيت انا هزيت الدري وهزيت ديك الصنطه اللي كنت دايره، مشيت عند الطبيب. دخلت عند الطبيب قلت له سعاده الطبيب الدكتور، قلت لي هذه هي اللي قلتي لي عندها راه باقا بنت وكي ولدتيها، وقال لي شوف، قال لي لان هي قالت لي ماما راه عندها الاعصاب وهزه معها مصطكها، ولا قلتي لي راني حامله ولا مرة غتقتلني عندك في الكلينيك وتصدق انت غادي. قال لي وانا خفت على راسي ما قدرتش نقولها لك. صافي داك الدري دابا من ولدته في 2005 دابا الدري راه طالع في 11 عام. الدري طالع في 11 عام مني ولدت هذاك الدري، مني ولداته ما كت يعني ما تدست عليا واحد الحاله خايبه وتعصبت، ومرت مره بنساني وخوتي كيغوتوا تيقول لي شوفي فين تديها وما تجيبهاش لهنا للقليعه، وحنا الناس وحنا هادي، فين غتدي بنتك؟ فين غادي تكري ليها؟ فين غادي تديها؟ حنا ما تشوهناش، وانا هنا خدام هنا قويا، وانا هنا وانا هنا وانا، وليت كنقلب فين غادي ندي بنتي، فين غادي نمشي، واش غادي ندير ليها؟ وليت انا بدات الكوف وبدات بديك الكرايات كنقول لها خلي الدري في السبيطار ولا عطيه ولا واش غادي ديري ليه، ما تجيبيش ما تدخليش عليا. وانا شفت نعيوني تقول لي واحد اختي شوفي شوفي اختي، قالت لي الدار دار وما كيتسالك فيها حتى واحد، هزي بنتك وديها لدارك ودخليها، لا تخصك بنتك ولا تموت وهي نافسه وتقدر دير شي حاجه في راسك. جلست حتى العشره ديال الليل وجبتها مع الليل ودخلتها للدار. كنبغيو الا بغينا نديو الدري للسبيطار ولا نجلبو ليه كنشدو كنديرو في الصاك ديال الحمام، كنسد عليه بالسلسله كنديرو في الطوموبيل وكنهزو في اللور وكنمشي حتى نديه للسبيطار باش ما يعرف حتى واحد في الجيران راه ولدات ولا شي حاجه. ولا شي يقول خبار ولا والو، شكون باه ما تباه جا وخوالها كيتحلفوا عليا، شكون باه ما تباه، شكون باه ما تباه، عاد منين كتقول لينا شكون اللي باه؟ يصدق واحد يصدق باه واحد صاحب خويا برنا مالي. ايوا بغينا ندعيوه، مني بغينا ندعيوه هاد خويا قال لك لا ما تدعيوش. قلت ليه علاش؟ قال لك حنايا الا دعيتو ونخرجوا في الجورنال ونتشوهوا، وانا في هنا وانا هنا وانا في الجماعه وانا هادي، ما تدعيوش، حنا غادي نمشيو معاه بالخاطر تنشوفوا شنو غادي يدير للبنت. مشينا عنده بالخاطر هضرنا معاه قلنا ليه شنو غادي دير دابا مع البنت، ها البنت دابا ولدت الولد، ها الولد بعينيه برجليه بيديه. قال لك انا مستعد نشري ليها الدار وندير ليها اي حاجه بغات، وصبروا عليا شويه حتى نشوف شنو غادي ندير مع المراه. صدق في الوقت اللي هو هاز باش يمشي يشري الدار للبنت وباش يحط الفلوس في البنكة، عيط لي اخويا قال لي رجعي، رجعت انايا قال لي رجعي، انا اللي راجل غنمشي نتفاهم معاه، رجع لي رجعت للدار، جا عندي خويا في العشيه قال لي شوفي هذاك راه ما عندك ما تصور، ما عندك ما تصوري من عنده وراه هو برنا مالي، وما عندك ما ديري منه، راه يعطي عليك الفلوس لا في التحاليل لا في كل شيء، لما تشدي عنده 4 مليون وتسكتي وتكبروا داك الولد حتى يكبر هو يمشي ياخذ حقه بيديه. ما عرفت خويا واش اتفق معاه ما عطوش عنده الفلوس، ما عرفتش ما فهمتش كيفاش دار لي خويا، واش كيفاش دار لي وسكتني. سكتنا ما كنا قلنا والو، كان كل شهر كيصيفط لنا الفلوس المصروف ديال داك الدري، في الاخر ما بقاش كيصيفط الفلوس المصروف ديال داك الدري، ما بقى كيصيفط حتى ريال. كفلت انا بداك الدري وشديته وربيته، البنت ولات كتجي عليا كتهرب، ما كنشوفها على 4 شهور على 3 شهور. ما بقاتش ولات بحال شي وحده دايعه، ما كت هي كتمشي كتخرج من الدار نقيه بخير وعلى خير، ملي كتجيني بحال شي هبيله. كتجي ما فيها ما يتشاف، كتجي يعني حالتها مسخه، حالتها مجرتله، فين كنتي فين مشيتي كنقلب عليك، اشنا هادشي درتي ليا اللي دارت فيا اختك بغيتي ديري فيا انتيا، خرجتو عليا على حياتي. كتقول لي هذاك الدري ما بغيتوش، سيري ديه الخيريه ولا عطيه ولا شي واش غديري لي، داك الدري ما عندي ما ندير ليه. كنقول لها نوضي دابا تعاوني معايا ونوضي ندعو السيد
باش يدير الوراق للدري كتقول لي واخا كتجي ثاني كتهرب وما كنشوفهاش. بقيت هكاك اخويا بقى داك الدري معايا كبرتو انا وربيتو قريتو دخلتو للمدرسه. دابا الدري مدخله انا غير بالورقه ديال السبيطار باش مدخله تيقرا. دابا راه في الرابع في المستشفى فاش كيقرا مدخله تيقرا ومدخله مازال مدرسه التريبي فين تيقرا. مشات شدات هي دارت ليا كي دارت ليا اختها هزات ليا الفلوس من البنكة وزادت لتركيا كاينه في تركيا. اش وقع لك مع تاهيتا في البنكة؟ تاهي دارت ليا كي دارت ليا اختها عطيتها كارت ديشي انا اللي قلت لها خرجي لي واحد 300 درهم من كارت ديشي. هادشي بدلت انا البنكة وليت دايرها وافاكاش قلت لها خرجي لي واحد 300 درهم هزات لي هزات في كارت ديشي ومشات خرجات ليا تاهي مليون و 50000 ريال وقطعت بها لتركيا ومشات. اها مشات لتركيا انا ما عرفتها فين مشات ما عرفتهاش فين زادت. اش من عام مشات هي لتركيا؟ مشات في 2000 مشات دابا دوزات في تركيا عام وربع شهور. واللي ما مشات حتى لديك 2014 ولا بحال هكا؟ اييه اييه يعني 2014 جلسات من ورا اختها واحد 10 سنين عاد مشات. عاد مشات. دابا المشكل اللي عندي اخويا سي مصطفى هذا الشيء اللي عيطت لك عليه هما هاد البنات دابا هما جوج خواتات هذه كاينه في تقسيم وهذه كاينه في طلعت باشا بيناتهم المترو كيدي 10 دقائق وحده ما كتشوف وحده وحده ما كتحمل وحده وحده ما كتمشي عند وحده. هذيك دابا اللي كاين اللي مجوجه كتقول لك ما نشوفش هذيك وما مراهاش وما نسلمش عليها وما خصيش. خصها تمشي من تركيا وما تبقاش هنا في تركيا البلاصه اللي فيها انا ما تبقاش فيها. هضري معاها ولا شوف واش غادي ديروا ليها. تنقول لها الا جيت نهضر معاك كنهضر معاك تمشي قبل منها هي. انا بجوجات ما غاديش نقدر لان انتم ما بقيتوش تحت السن اللي غنهضر معاكم. وحده 31 سنه وحده 32 سنه ما عندي ما نقول لها. هذيك دابا مشات لتركيا ما ساكناش مني مشيت انا في نهار 11 شهر 12 مشيت عند هاد البنت فاش دارت لاك ديالها. الليل كنمشي نبات عند هذيك والنهار كنمشي عند هذيك نقلب عليها في تقسيم تلقاها ما ساكناش ما عايشاش ما لابساش ما واكلاش ما شارباش. الاخرى اللي كانت مجوجه و هذيك عايشه بخير مجوجه راجل مسك عليه الله ولاباس عليها ما خصها خير. هاد الاخرى دابا اللي صغر منها اللي زايده في 85 هي اللي عايشه يعني هذيك العيشه اللي عايشه. قالت لي ماما راني خدامه في قهوه من جيت لكتاش ولقيتها كتعمر ملهى ليلي بالليل. اسف هادشي اللي كدير. اسف ومشيت وهضرت معاها بالخاطر وقلت لها بنتي يلاه نقص عليك البيه ديال الطياره وديك المغرب وما عندك ما ديري هنا. واحد الوقت حتى كنقول غنشد فيها ويجيو البوليس قالوا لي خوتي لا راه هنا ما عندكش حق باش تشدي فيها ولا شي حاجه راه ماشي بحال المغرب. شنو كنتي زعما ناوية ديري؟ كنت باغا زعما نشد فيها تماك ونقدر نطلع للقنصلية ونقول لهم اودي هكا دير وهكا دير خصها تمشي من هنا راه عندها ولدها راه خلات ولدها راه هنا ما خصها انا غير لا تقتل ولا طرا ليها شي حاجة ولا زعما لأن تما تعرفتي تركيا كي دايرة كلها عامره غير بالأكراد. اها وهذوك البلايص اللي كتمشي ليهم مشيت انا لتماك وشفتهم ودزت من حداهم وما كنمشي انا ما كنشد المترو حتى ل 12 ديال الليل انا كيحبس مع 12 ديال الليل عاد كنشدو عاد كنمشي عند بنتي عاد كندخل عليها في 12 ديال الليل. وشفت كتقول لي راه خدامه في القهوه وانا شفت البلايص اللي كتعمر وشفت البلايص اللي كتدخل ليهم لتماك وشفت ديك الحاله اللي شفتها ما عجبتنيش يعني واحد الحاجه زدت فيها انا ما كنبغيش نتمناها هادشي نشوف فيها بنتي. اها يعني ضرني قلبي مزيان وضرني خاطري
ومني قلت لها يلا يا المغرب قالت لي لا صافي راه غادي نجي نهار 15 شهر واحد. قلت لها يلا هي معايا قالت لي لا راه ماما نهار 15 شهر واحد غادي نجي. نهار 15 شهر واحد انا غنكون في المغرب. جيت انا نهار 18 وجيت مجيا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا هاد البنات زعما ما حنانش فيا يعني داك الحنان اللي كنت كنتمنى باش يحنوا فيا ويكونوا حنان وديك المحنه اللي عطيتهم وداك الشيء اللي جريت عليهم ما لقيتوش فيهم اخويا مستار. يعني ما الى مرضت وعيطت لبنتي هاد الكبيره اللي مجوجه دابا وتنقول لها راني مريضه كنشوفت لها غير اوضي في 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 الواتساب راني مريضه راني كنموت كتقرا ولكن ما كتجاوبنيش. وما كاينش داك الحال ملي مشيت عندها توحشت كماما ولا تجمع معايا ولا تجلس معايا ولا تذكر معايا جيتي وصافي جيتي قالوا لي ما علاش بناتك ما حنانش فيك علاش شنو دوزتي فيهم كون كنتي غير مسخوطه ولا كنتي ما مزياناش ولا ما دوزتيش فيهم الخير ولا شي حاجه علاش ما حنانش فيك. يعني عشت معاهم انا عشت تكرفصت عليهم وبعت لحمي وطجل وقت وتكرفصت وفي الام والاب وما وباهم ما عمرو عرفهم ولا شافهم وزعما هما دايرين منه غير الكنيه والشميه صافي وما هاد البنات ما حنانش فيا نهائيا ما عندهم ذاك الحنان من اتجاهي. الا عيطت للكبيره تنقول راني مريضه ولا راني بيت نموت وراه الا ما توقيت تقول لي ما عندي ما ندير لك داكشي ديال الله انا ما عندي ما ندير لك انا ما عندي ما ندير لك انا ما عندي ما ندير لك. الاخرى كنصيفط لها الاوديوات ما كتجاوبنيش ملي جيت من 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 تركيا نهار 18 في شهر 12 لحد الان ما كتجاوبنيش كتجاوبكش ما كتجاوبنيش. وانا الدري دابا عايش معايا وتيقرا وكل شيء وهاد الدري دابا كون هي كتهضر معاه حتى الهضره ما كتهضرش معاه كيجلس تعيا تيقول لي جده علاش ماما ما كتهضرش معايا علاش ماما ما كتعيطش ليا علاش ماما ما كت زعما الدري تبكي تبارك الله وتيقرا وكلشي وسميتو وانا بغيتها غير ما تعرف الوقت شنو تجيب الانسان ما تعرف الموت ما تعرف هاد الدري يبقى ضايع ولا شي حاجه لا اوراق عنده لا ما عنده ورق ما عنده والو ما بعض المرات كيجلس كنقول ليه انا معيط لماما قلت واش غتجيبي تيقول لي لا ما تعيطيش لها هي ما كتحاشيهاش انا ما كتعيطش لها ما تعيطيش ليها كاع ما تعيطيش ليها. ما عندهاش ذاك الحنان من اتجاه ولدها نهائيا ملي ولداته انا اللي ربيته وانا اللي كبرته ومعايا دروك وقسمت لك بالله العظيم ما كنقدرش نوض وما كنقدرش نزيد يعني عندي الاعصاب بزاف كنداوي عليهم كنشرب الدواء ما كنعس حتى وليت كنمشي عند الاطباء تيقولوا لي راه مثلا ما بقى عندنا ما نخرجوا لك راه الدواء كاع اللي عندنا ما كنخرجوه لك راه ما بقاش كيقضي فيك مشى لك معدم. وليت انا دابا راه ما عمرني شفت النعاس ما كنعش بالليل حتى لديك السبعه الصباح كنبقى هكا حتى السبعه الصباح غير بالتخمام غير بالتفكير كنت تنقول علاش انا ولدت هاد البنات اللي حنوا فيا ويقولوا ماما هي اللي كبرتنا ورباتنا وسميتو نسمعي ديك توحشت كماما ولا ماما سميت ما عمرني سمعتها منهم عمرني ما سمعتها منهم ابدا عمرني سمعتها منهم. و البنت الصغيرة بنتك مني بنتك الصغيرة ما لا بنتك الكبيرة حتى عندك بنت إيه؟ ولد حتى عندك ولد بنتك الصغيرة وعندك بنتك الكبيرة بنتي الكبيرة هذيك كتشوفيها هذيك البنت دابا مني هذيك البنت هذيك البنت حتى كنقول لها انا جدك ما كتقولش لها راه جدك هذيك بنتي ما كتقولش البنت راه جدك يعني كتقول لها جدك وجدك وما هادو باط راجلها الاول ودابا واخا تزوجت هي هاد الراجل الثاني كيمشيو عندها يلا جا عندها شيخه وعدوزتها غير في هاد الشهر جوج كانوا عندها دابا اها
كانوا عندها واخا تزوجات هذا اللبناني كيمشيو عندها باقا باقا ديك العلاقه كيف ما كانت في الاول بيناتهم وكيجيبوا البنت عندهم في العطله الكبيره وما كيجيبوهاش ليا حتى نشوفها ومني مشيت عندها في نهار 11 في شهر 12 وجيت نهار 18 قلت لها بغيت نقول لك كاينه عندي واحد الحاجه علاش بنتك مكفره فيا ما كتقوليش لها رانا جده وتحن فيا وتقول جده ملي كنبغي نبوسها كتهرب مني علاش قالت لي ما عندي ما ندير لك قلت لها علاش انت ما حنيناش فيا علاش كنجي عندك ما كتحنيش فيا ما كتعطينيش داك الحنان يعني بغيت غير نشوفك تعنقيني تحطي راسك عليا ولا تحطي راسك على صدري ولا ماما جي غير البيت نهضر معاك قلت لها كتعامليني خوتي لاحظوها قالوا لي كتعاملك بحال شي وحده برانيه ما كتعاملكش بانك امها يعني ما كتعطينيش داك الحنان ديال الامومه ما كتعطيش ليا ابدا ما حسيتش بناتي حنان فيا كي حنيت فيهم وبقيت عليهم بقيت عليهم مني صغار يعني مني عاملي دوزت في الزواج ديالي هزيتهم ديك عامين لحد دي الان ما عمرني تزوجت شي راجل ولا شي حاجه قلت نبقى على بناتي درت ليهم فين يعيشوا قلت لهم نخلي ليهم الدار الى حتى من واخا عندي الدار تدفعت في واحد الدار اخرى وكنخلص فيها الكريدي دابا كنخلص فيها الكريدي كانت عندي شي بركه ودفعتها فيها وكنخلص الطريطه ديالتها وحتى من الطريطه دابا كنخلصها والمشكل دابا ما كتصيفط لك حتى شي علامات على راجلها ودابا ما انا عسى عليا الله دابا تقريبا راه 16 عام هادي الله كنحمد الله ونشكرو درت العمره ديالتي هاد العام وكل شيء كنتمنى لكل واحد ان شاء الله امين امين ودار عليا غير واحد المحسن الله يكثر خيره الله يجعله من اقدم الجنه ديال الناس ان شاء الله واحد المحسن اللي صيفطني ليها ويعني ما عمرها كتقول نصيفط لماما شي حاجه ولا نعاونها راه عندها طريقه ديال الدار راه عندها الدري كتقضي في مدرسه الفلوس راه عندها الدواء ديالها غير داك الكرا دابا اللي كنشد هو اللي كنقدر نقسمو ما بين هنا وهنا وهنا ومسك عليها الله وتقطع للناس في الطيارات وتديهم عندها واي واحد مشى تقطعات لي كاين شي عندها اللي مشات عندها بنت اختي فتحات لها عينيها بجوج المليون دارت لها ما كتشوفش كتقرا بنت اختي وكانت دايره بالصندادر ديال الكيسان وحيدتهم ليها ودارت لها العمليه بجوج المليون مشات عندها لك كتوزي ليها على عينيها قالت لي ما عنديش بنت ملي مشيت في هذا الشهر 12 قلت لها ما كاين مشكل قلت لها انا راه امك وليدتي ليا غيديروا عليك ولاد يعني حتى من جابتني المطار حتى ديك الصيفط باش صيفط معايا في المطار ما صيفطاتش معايا زي في الطياره انا وخوتي وجايه كنبكي وتيقولوا تيصبروا فيا خوتي تيقولوا لي الله يهدي ما عندك ما تديري قال لك ما عمرنا شفنا هذا الكفر حتى شفنا قال لك في بنتك ما عمرنا شفناه خوتك مع ذلك يعني ولاو تيمشيو معاك حتى لعندها مشاو معايا فاش بغات دير لاكت بجوج قالت لي قطعت لهم قالت لهم تجيو باش تحضروا ليا حيت واحد خويا داك اللي داري لي الوكاله كان هو اللي مشى حضر لها في الخطبه وكان دار لي الوكاله باش طلقت مع هذا الراجل داكشي باش عاودت عرضت عليه الزواج ديالها فاش دارت الزواج عرضت عليه هو الشاهد شهد في ديك البلديه ديالتهم اللي كيدوروا فيها القاعد تماك هو اللي شهد وخو الراجل ديالها وخويا يعني اي براني كتفرح بيه كتهز بيه كتهلا فيه وكل شيء الا انا دابا مشيت عندها ثلاثه د المرات كل شيء كيمشي عندها كيجلس عندها شهر شهر ونص كيمشي عندها انا كنجلس سبع ايام كيبقى على امتى نمشي من عندها سبع ايام بالحساب سبع ايام كيبقى على امتى تصيفطني كيوصل النهار اللي غادي نمشي يلاه سلبي سربي راه الطياره عندك خصك تخرجي دابا راه خصنا نكونوا في المطار ساعتين قبل راه خصنا بغيت كنت لها بعض المرة الأخرى شوفي ما عمرك تعيطي ليا وما عمرك تسميني ما عمرك تقولي ليا أجي عندي تركيا ولا شي حاجة قلت لها في تركيا نجي ليها ونشد لوطي لراسي قلت لها غير واحد الحاجة بغيت نطلب منك أختك حداك شي نهار عيطي ليها حتى لا حتى لا قلتي ما بغيتيش راجلك يعرفك غادي تشدي حتى المترو بينك وبينها 10 دقائق قلت لها كتشدي المترو تشوفي أختك تدي لها واحد الكفون هي كتصدقي قلتي الصداقه تيخرج راجلي مليون في الشهر غير صداقه قلت لها واخرجيها على داك ولد اختك اللي عندي كنقريه بالفلوس
ولا خرج على ديك اختك اللي حداك راك عايشه واحد العيشه ماشي تنسمك. قالت لي لا ما تفضليش ما تجبديش لي اختي ما تجبديش لي هذاك الولد ما عندك ما عندك ما تقوليش لي ما تجبديش لي ما تجبديهمش لي هذاك ما لازمش فيهم الصداقه ديزاش فيهم الصداقه. لا صافي ما بقاش تعيطي ليا وما تسمينيش وانا عارفك ما كتحملينيش وانا ما عمري دوزت فيك شي حاجه خايبه ما عمرني لا خليتكم ولا هربت عليكم ولا تزوجت عليكم ولا مشيت عليكم ولكن اللي درتو ليا راه غادي يديروا ليكم ولادكم. صافي هذه هي الهضره اللي قلت ما جاوباتني ما والو. صباح الصباح خرجت انايا شديت المترو عندنا الطياره مع شتا د العشيه شديت المترو مع العشرة ديال الصباح مشيت عند خوات نقلب عليها باش نقول لها السلامه فينا نقلب ونعيط لصحاباتها ونقلب تما تقتل يلا ما في قوه من الناس كتعيط لها في التليفون عيط لها في التليفون كتقول لها فينا هي ديك الزبله حشاك ديال ماما بلاش هاكا لهالدرجه هاكا لهالدرجه. والاخرى دايره البارلو التليفون قالت لها فينا هي قالت لها ديك حشاك ديك سميتو قالت لها الطياره عندها وهي قالت لها دلحه خصها تسد الطياره باش خصها تكون هنايا فين مشات. قالت لها ماما رجعت في واحد الحاله ما فيها ما يتشافى هي عندي هنايا وانا انا معاها غير في الزنقه غير في الزنقه تماك حدا الميدان فين كاين داك الميدان ديال تمثال صافي تفيقت مع هذيك وشديت الميترو ورجعت لقيت خوتي كيجمع في الحوايج جمعت الحوايج ديالي جات فيا شي حوايج قالت لي هما انت ما بغيت والو عطيتهم لخوتي قلت لهم ديهم لولادكم وعيالاتكم قلت لهم عندي ما ندير بالحوايج انا بيت الحنان انا ما بغيتش الحوايج بيت الحنان بغيت ديك كلمة ماما توحشتك ماما ضمتي علينا سمارة ماما عمرني ما سمعتها منك حياتك عشتيها كل الفطور فيها وعشتيها ما عمرني سمعت منك كتعيطي عليا غير لو حلتي ولا وقع لك شي مشكل عاد كتعيطي عليا وما عمرني كذلك اخويا مصطفى ما عمرني قلت لها فلوسي اللي عطيت عليك ولا اللي ديتي ولا اللي سلفت ليك ولا اللي عطيت للنساب باش خرجوك ما عمرني جبت لها داك الشيء نهائيا. اها ما عمرني قلتها عليها ومع ذلك يعني تتحس يعني تصرفات فيك هادشي انت يا تصرفات فيا يعني ما كناش ما كيحملونيش ما عرفتش علاش فهمت ما عرفتش علاش بناتي ما كيحملونيش كنقول لها لخوتي يضرب كيقولوا لي الله يهديك كنقول لهم بناتي ما كيحملونيش ما عرفتش علاش كنت منهم هي الحنان. انت بديتي كتشوفي الطبيب النفساني الطبيب النفساني كنشوفو من 83 من 2003 من 2003 يعني العام اللي كان قبل ما تمشي بنتك الكبيره لتركيا قبل ما تمشي بنتي الكبيره لتركيا وانايا كنت ديك الساعات مجهده شويه معاهم وكنغوت وكنبغيهم يكرهوا وكنمشي نديهم تنوصلو لهم بالطوموبيل هذيك نديها للمدرسه وهذيك نديها للمدرسه ومن تما بديت كنعاني بالمرض ديال انهيار عصبي. كنت متبعة بزاف مع واحد الدكتور هنا تيقولوا لي الدكتور الحمزاوي. يعني ديك الساعات كانت عندك واحد 38 عام تقريبا 38 عام تقريبا ولحد الان كنشرب الدواء حتى وليت الدواء دابا اش كنقول لي الطبيب كيقول لي ديري تحت المسال كنشدو كنديرو تحت المسال حتى ولاو الشلان ديالي كيتفرتو ليا ولاو دابا كنشد لان قال لك كيشد في العروق ديال كيشد في العروق اكثر مما كتشرب ملي كنولي نترعد كل اللي كنتغزل ما كنقدرش نشد في الدات ديالي والنعاس ما كيزينيش كنشرب الدواء درت دار ليا القرحه في المعده درت التيو ثلاثه المرات المصرى الكبير حتى هو طاب ليا بالدواء ديني الدواء ديال الاعصاب بديت كنمشي للفرماسيانات والفرماسيانات كلشي وليت مسكن كيقولوا لي كتبقي فينا الدواء اللي هي دابا مشيت عنده كنبدلو كيخرج ليا نفس الدواء اللي كيخرج ليا هذاك الطبيب صافي بقيت مع هذاك الطبيب الحمزاوي هو اللي بقيت معاه واحد في مراكش جمال الايوبي. واش كنتي عند نورولوج وطبيب نفساني بجوج بهم ولا كنتي بجوج بهم كنت عند طبيب نفساني وديال انهيار عصبي بجوج وكان عاود لهم هذا الشيء كله كيقول لك عاودي لي نقصت حياتك كلها وكنبدا نعاود لهم حتى
كنبدا نبكي كينعسوني وكنبقى نعاود نعاود نعاود. ملي كيخرجوا لي الدواء كنلقى عندي في الدار نفس الدواء اللي كيخرجوا لي كنلقى هو اللي عندي في الدار. ونشرب الدواء. دابا قبل ما نهضر معاك راه شارب خمسه ديال الباكي ديال 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 الحبات ديال الفانيل. وميتيني لا نعاس لا والو لا تهدو لا والو. لأن كتلقى راسك برا الحيطان بوحدك انت انتي وداك الدري. وحده ما كنسولش فيك وحده هاربه على ولدها وكنقول لها اجي صيبي الوراق غير لولدك غير الحاله المدنيه ديالته غير بعدا تكبر يلقى بعدا عنده وريقاتو. هو دابا غادي يقرا حتى الشهاده ولا فوق الشهاده غادي يطلبوا لي الحاله المدنيه. ملي كتكون عينيك في عين هذاك الولد سواء سواء في منامو ولا في فياقو شنو الصوره اللي كتبان لك فيه؟ كيبان لي فيه دري مزيان زعما وذكي وحنين دري بريء. ما كتحسيش باللي حتى الولد بدا كيتمرد؟ بحالاش مقلق معصب معجبوش الوضع هو كيتعصب كيتقلق الا كتهضر معاه كيغوت الا كتقول لي شي حاجه كيغوت. علاش كتحتكي انت وياه زعما شنو هما الحوايج اللي زعما كيخليك تحتكي انت وياه اللي كيخليه يتعصب ويتقلق؟ بحال دابا غير الا قلت ليه زيد تحفظ ولا زيد راجع دروسك ولا دير التمارين ديالك راه انا ما قارياش زيد باش ملي كاين عندك التمارين تشوف لك شي حد اللي يتعاون معاك في التمارين ديال لونجلي ولا ديال لا خليني عليك لا راه ما عنديش هو راه عنده التمارين ديالو وكيبدا يغوت وتيقول لي خليني وكيبدا يضرب يديه. الا قلت لي زيد شي فتشي اوديل ماماك باش تسمعك وتحن عاد كيطلع لي كيطلع لي عصب وكيتعصب ما كيبغيش. كنقول لي سيفت شي اوديو لامك انا راه ما تتجاوبنيش راه كتقرا الاوديوات ولكن ما تتجاوبنيش. كيقول لي لا ما تقوليش لي سيفت لي شي اوديو ولا تسمع الصوت ديالي حيت قال لك هي ما عمرها حنات فيا لما واحد المره مرض وديته للسبيطار وعدى لي راسو مسكين وتيتقيا وصورتها صورتها وصيفطها لها في الواتساب وما جاوباتنيش. قال لي ما صورتيني وانا مريض وما حلتش فيا. قال لي وكتقولي لي نهضر معاها في الواتساب ما نهضرش معاها. قال لي ما نهضرش معاها نهائيا. قال لي هذيك قال لي ماشي امي قال لي وكانت ماما. قال لي غادي تحتلي تعيط لي وتحلي فيا. ودابا انا اللي واقفه معاه وكان نسهر معاه كنبات معاه تنوض في الصباح واخا ما كنعش تنفطرو كنصيفطو للمدرسة نغدي ثاني كاين بعض المرات ما نديش الهضرة نصيفط ليها لا ساندويتش ياكلو معاه ما كنعش بالليل صافي تحيطت اخويا مصطفى تحيطت ليا صحتي تحيطت ليا كلشي. انا كنشوف راسي عشت حياتي كلها عذاب حياتي من الاول عذاب وفي اخري عذاب. وكي كنتي كديري مع دوك التوالي دوك الصدمات لانه دابا انت كنتي كتبعي مع طبيب نفساني بالاضافه لاخصائي في المجال ديال مجال الجهاز العصبي يعني كي كنتي كديري مع دوك الصدمات كاملين لانه ديك الوقيته اللي كنتي كتبعي بنتك بعدا مازالت معك بنتك الصغيره كانت مازاله معك قبل ما تحمل وبنتك الكبيره كانت مشدوده في الحبس ديك الساعات واك هذيك راه مشيت عند الطبيب تصور الا قلت عليك ما تصدقش اقسمت لك بالله العظيم اخويا الا مشيت عند الطبيب يديا عواج وعنقي عواج. ملي دخلت عند الطبيب اش من حاله اش من حاله مشيتي فيها واش الحاله اللي كانت مقبوطه فيها البنت للحبس ولا الحاله اللي كانت فيها البنت حامله؟ بجوج فيهم مني تقبضات البنت ومني ولدات البنت. عاودي لي على كل حاله فيهم عاودي لي على كل حاله فيهم كيفاش كنتي وكيفاش شافك الطبيب والحوايج اللي وقعوا ليك مشيت عند ضرباتني الصدمه ضرباتني العنقره كيضربني العصب العنقره. هادشي في الحاله الاولى ولا في الحاله الثانيه؟
في الحاله الاولى كيضربني العنقره، وملي كيضربني العنقره كيسرح ليا مع راسي بحال اللي كيبدا ياكل ليا الدود في الراس ديالي، وكيهبط ليا داكشي مع يدي ليسرى جهه القلب اها وليد الرجل، وكيمشيو عليا كيموتوا عليا صافي. وكنولي كلي كنعواج. ملي كنمشي عند الطبيب كيديوني في داك ملي كنوصل عندو داك ملي كيديوني كيوصلوني تما كيهزوني في داك الشاليو كيطلعوا لي في السانسور عندو الفوق كيسبقوني انا الاولى كيقول لي ثاني شنو الصدمه ضرباتك. ملي كيسولهم كيعاودوا ليا شنو قال لهم مشيتي معايا وحده في خواتاتي ولا واحد في خوتي. ملي كيعاودوا لي كيقول لهم ما خصهاش باقي تسمع شي حاجه، اي حاجه ما خصهاش تقولوها لها، اي حاجه ما خصهاش تسمعها. وكنتي كنتي كتباتي في المصحه ولا كان كيجيبوك للدار ولا كيفاش شنو الظروف ديالك؟ لا كنجي انا ولا الطبيب دابا تيقول لي انا راه ما بقاش عندي الدواء اللي نخرج لك، انا راه غادي نكتب لك نعمر لك برا ونصيفطك للسبيطار ديالي المسكان ديال الحماق ديال لي، لان ما بقاش لي الدواء اللي غادي نخرج لك. كنت كنمشي عندو دابا كيخرج لي الدواء كنمشي نشربو، ما كيدير لي والو كنرجعو لي الغد ليه، كنقول ليه الدواء راه ما قدا لي والو، كيقول لي ما يمكنش كيخرج لي دواء اخر كنديرو تلت ايام اش كيطرى ليا دابا. دابا كيشدني داكشي بحال كتدخل يديك في المعده ديالتي كتبغي تجرها ليا. دابا عندي الدواء ديال الاعصاب ديال المعده بوحدو، دواء المعده الاعصاب بوحدو، وعندي العصب في النصران الدواء ديال العصب بوحدو ديال النصران وعندي الدواء ديال الاعصاب كل ما كل دواء لاش خارج ليا ديال الاعصاب وعاد الدواء القرحة ديال المعدة. دابا الدواء كله ما نقدرش نحيدو نهائيا، ولا حيدتو غير نهار ما شربتوش ولا تقاد عليا وما شريتوش، إلا ما شربتوش غير إلا وحدة كنصبح الغد كلي كنعواج وكنترعاج وكنولي حالة لا يرثى لها. وكنمشي بالدواء ديالي وكنمشي بداكشي كله عند بنتي وكتشوفني وعارفيني عندي مرض نفساني ونيار عصبي وهكاك وما عندهم صوت. كنمشي بالميكات ديالي هكاك عامرين بالدواء وكنشربهم حداها وكلشي وما عندهم سوق ما كيتسوقوش ليا. وما كانش يعني في التنقل ديالك ما كانش كان عندك مشكل، ما كانش عندك مشكل يعني كتخرجي عادي كتنقلي كتسافري، ما كانش شي حد اللي تينباك بانه هادشي اللي هاد الادويه اللي يمكن تديري ما تسمحش لك باش تنقل او لا تسافر؟ دابا الا جيت نقول لك اخويا مصطفى ما تصدقنيش. دابا من النهار اللي مشيت عند بنتي في شهر 12 ما عمرني خرجت، ما كنخرجش، ما عندي صحابات، ما كنمشي عند حد، ما كنجي عند حد، ما كنخرجش من الدار، ما كنمشي حتى لشي بلاصه، الا مشيت بلاصه واحده نطلع على امي شادها اختي مريضه ما كتنوضش، نطلع على امي ونجي لداري. ما عنديش كيقولوا لي خوتي خرجي اغسلي حدا البحر ديري صحابات دي، ما كنخرجش ما كنوضش من بلاصتي ما كنمشي حتى لشي بلاصه. وما عنديش ديك المساله ديال الصحابات ولا الصديقات ولا ما عنديش نهائيا شي صاحبه ولا شي صديقه ولا تنخرج ولا نمشي حدا البحر ولا نسافر ولا نمشي، ما بقيتش كنمشي حتى البلاصه الا من مشيت شهر 12 في تركيا جلست هذيك 7 ايام وجيت يعني مشيت ما درت ما والو، مشيت غير بالمشاكل نمشي عند هذيك باش تجي والاخرى كتعيا في الدار عندها، يعني ماشي صافيره هذيك ماشي مشيه. والطبيب ديالك ولا الاطباء ديالك بزوج بهم كنتي كتعلميهم باي خطوه خطوه، اولا بعض المرات كنتي كتجي عندهم كاع اصلا عندك نوبه يعني عائلتكم اللي كانوا كيعلمهم على كل خطوه وقعت في حياتك ديك الساعات لا الصدمه الاولى ولا الصدمه الثانيه؟ كنعلمهم انا بنفسي هطرى ليا هطرى ليا هطرى ليا هطرى ليا. الجلسات اللي كيديروا معاك تسافري خاصك تخرجي خاصك تمشي لشي بلاصه طبيعه خاصك ما تسمعيش المشاكل، راه قال لك واخا نخرجوا لك اي دواء غير تسمعي شي مشكل كيرجع لك المرض من الاول، وغادي نبداو لك ثاني من الاول، غادي نبداو لي نتبعوا معاك من الاول. كانوا كينصحوك باش ما تحاوليش تحتكي ببناتك؟ كينصحوني حتى على بناتي تيقول لي الطبيب اخص في اكادير الا خلاوك خليهم الا نساوك نسايهم. ملي تنمشي عندو تيقول لي ما كنقول ليه بناتي تيقول لي بناتك عاوتاني بناتك، انا لا نساي بناتك. من واحد النهار
غنقول لك اخويا مصطفى مسكين الطبيب هذا ديال العياره عصبي شد التليفون وهضر معايا بنتي قال لها هذه الام ديالكم راه كتعيش واحد العيار عصبي خايف وكتعيش واحد مرض نساني خايف خصكم تشوفوا هذه الام ديالكم تعطيوها الخاطر راه حشومه عليكم راه شي نهار غادي تعوج ليكم وغتخسكم هذا الطبيب هضر معايا بنتي وقالت باش غندير لها انا بعيده عليها قال لها لا عطيوها الخاطر يحلو فيها عايش التليفون يهضروا معها حتى انا ما كيعيطوش ليا ما كيهضروش معايا الا مرضت قال دابا دابا شتي باش مرضت زاني عند الريح كتجيني ديك السخانه البارده ديك اللي كتكون سخونه لداخل وعلى برا بارده كاين غير راجل اختي مسكين هو اللي كيديني يدق لي البرا وكيجيبني وكنشري في الدويا كنصيفط لهم في الميساجات ما كاينش اللي جاوبتني كيقراو الاوديوات كيكتبوا بالفرقه هكا تقراو ولكن ما كاينش اللي يجاوبني فيهم ابدا والو شفت من الوالدات وصدقت من العاقلات نقول دابا غير الا مكانه ولا شللت الله بالسلامه شكون اللي غيهزني وهذا الدري شكون اللي غيقابلو هو كنقول لها ديك غير ولدك كتقول لي ما بغيتوش هذاك الدري ما بغيتوش هذاك الدري ما بغيتوش الدري دابا راه داخل في 11 عام ما بغيتوش بغيتو صايب لي غير الوراق ما عرفت انا واش يقدروا يصايبوا لي الحاله المدنيه ولا لا طبعا عنده الورقات السبيطار ديالو فاش تساعد سميتو عنده مزيان في الحسن الثاني نص في اكادير في السبيطار الحسن الثاني عندي الورقه ديال السبيطار وما عندوش الحاله المدنيه والمره الثانيه من الحالة المدنية زعما كنقول دابا غادي يطلبوا لي دابا ديما كيطلبوا لي في المدرسة الورق ديالو كنقول لهم واخا 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 ما نقدرش نقول لهم راه ما دايرش لي الورق اها هادي دابا عاودتي لي على الصدمة الأولانية اللي كنتي راسك تنمال ومجموعة ديال الظروف كانت وقعت ليك وجابوك عائلتك عند الطبيب عاودي لي على الحالة الثانية اللي كنتي عرفتي فيها باللي الحالة الأولى اللي تقريبا فاش كانت شدات في الحبس بنتك الأولانية شحال ديك الساعات كان في التاريخ ديك الساعات 2004 2005 بس شدات بنتي في الحبس لا شدات في 2000 شدات في الحبس راه والده البنت ديالها والده البنت شدات في 2000 دابا قول 5 سنين هادي يعني خمس سنين باش خرجت هي من 5 سنين باش خرجت من الحبس يعني الصدمه الاولى اللي كنتي تلقيتي هي ديال بنتك الاخرى اللي جاتك حبله وكانت ساكنه معاك اللي جاتني حمله وهي معايا في الدار وما عرفتش انا واش حامله هي في الدار عايشه معايا وكتقدى وكتشقى وما عرفتش واش حامله ما عرفتش واش الا انها ما كتبانش كرشها ما كايناش كرشها ما كتبانش نهائيا داكشي مخفخف في الدار وداكشي من واحد كان عزيز عليها البحر كتبغي تعاون فيه وداكشي واحد النهار مشيت ديت على البحر قلت لها يلاه نمشيو اليوم نتغداو في البحر دينا الماكله وداكشي قلت لها يلاه تعومي قالت لي لا ماما ما بغيتش نعوم قلت لها علاش قالت لي توحشت اختي حيت مالفا كنلعبوا انا وياها التنس وداكشي وما كايناش اختي ما بغيتش نعوم وهي راه ما بغاتش تعوم باش ما تبانش ليها كرشا وانا ما بديت ما جبت هي معايا في الدار وما عرفتش ما انا كنت صافي مشيت مع داك المرض ديالي مشيت تصور اخويا مصطفى الا قلت لك شي هضره ما تصدقهاش كنت فاش كنت كاليا قلت لك البورتمان الاولى تحت الزفريه والفوق كاليا جوج بورتمان كاليا من الزفريه وكانت واحد البنت كتجي عند واحد السيد وتصاحبات مع بنتي هذه اللي مشات لتركيا وخلاتني حتى مشات بنتي لتركيا وقالت لي راه كانت بنتك فاش هزات لي كارت ديسي ما قدرتش نقولها لي كانت كتهددني بالموت كانت قالت لي دوك النقاتي حيت كنخرج ليا الطبيب دوك النقاتي ديال النعاس قالت لي فاش دير لك 15 كانت كدير لك 30 بنتك اه كنت كنقول لها ديري لي النقاتي في الكاس قالت لي فاش دير لك 15 كدير لك 30 قالت لي في الكوزينه قدامي 30 وكنت خلات لي ديك 30
ولا ديك 30 اللي كنت كديري هي اللي رجعت عليا في الاخر بعد المعركه اللي وليت كنعيش دابا بعد العيشه دابا الا ما صربتش الدواء انا ما نتمشاش ما نوضش ما نزيدش. هذه بنتك الاولى ولا بنتك الثانيه؟ لا بنتي الاولى فاش كان ديك الساعه كتهز ليا الفلوس وكتمشي كتغير من اللوحه فوق فين ما طوالاني كنتلاح ذاك الدواء كنقول واه انا هذا الدواء كيدير ليا الحاله كلها ما يمكنش ما نقدرش نوض والو كنوض كنتحيطن كنطيح باش ما نعرفش انا واش كتهز ليا الفلوس من البنك صافي وتكثر ليا الدواء وليت ديما عازيني ديما غاديين بيا كيجريو بيا وليت داك كيشدني داك العصب حتى وليت كنتجبد بحال كيشدوني الرياح وما كيجيبوا لي خوتي شي فقيت يقرا عليا باش زعما نطيح وداك الشيء كنقول ليه عاودي بلا ما تقرا عليا راه واخا تقرا حتى الصباح راه ما فيا حتى شي حاجه راه انا كنحس براسي ما فيا حتى شي حاجه بلا ما تبقى تقرا عليا غير سير بحال راه داكشي اللي شادني انايا راه دخل ليا شي وحش في المعده ديالتي وكيجر بعدا كنقول خوتي راه دخل ليا وحش كيجر ليا في المعده ديالتي كيجر ليا في القلب وكنتنفخ ليا كنجي تنفخ تنفخ ملي كيديوني في السميطار ديال المخزن كيردوني كيتخلعو تيقولوا لي ما نقدروش نشدوك عندك الوراق انت ديال الطبيب مرض نفساني وانهيار عصبي ما نقدروش نشدو كيخرجوني حتى كنمشي عند الطبيب ديالي ما كنعيط ليه في الليل تيجي بالليل كنعيط ليه لشي كلينيك كيجي بالليل عندي كنعيط ليه باش كيدوز ليا باش كيدب ليا شي بلا ولا شي حاجه باش كينسدنا انا حتى طبيب ما تيقدرش يمسني تيقولوا لك هما دابا الا كنت متبعه عند شي طبيب نفساني ولا انهيار عصبي ما كيقدرش شي طبيب اخر يتبع لك. وبنتك الكبيره اللي كانت مشات تجوجات وعرضت عليك فاش شتي راجلها على كل حال الاول ولا الثاني ملي كتكونوا يعني ما مغايرات ما 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 كتحسيش تجاهها بشي غيار ولا ملي كتكوني جالسه معها يعني راس لراس شنو كتقول ليك واش كتجبدي معها هاد القضيه بنتي راني محتاجه لكم انا كأم ما بغيتش شي حاجه اكثر وباغي نطمن شنو كتقول ليك هي بالضبط؟ والو خويا مصطفى ما كتجلسش معايا راس فراس قسمت لك بالله العظيم ما كتجلس معايا يا مني كنجلس هكا تصور كنمشي قلت لك عند بنتي بالنهار كنضل عند الاخرى الاخرى فين كنضل كنضل نتسناها حتى ستة العشية تفيق من النعاس عاد كتجي عندي تشوفها عاد كنشد الميترو كنوصل في ديك 12 الليل والله لحيت الميترو حتى 12 كيحبس كنجي ما واكله والو كنجي ما واكله في النعمة وكتقول لي وا انا دخلت الناس ما بغيتي الماء راه هي في الثلاجه سخنه ولا طيبه ولا شي واش غادي ديري كنقول لها شبعانه تعشيت على برا راه تعشيت راه كليت على برا وتصور ملي تنكون غاديه كنشري معايا الاورو كتجي معايا كنت غاديه ما كتقدرش تجبد حتى 50 ليره ولا 100 ليره تقول لي ماما كي دايره غير في جيبك لا تخصك شي حاجه في الزنقه ولا تشدي الطاكسي بعض المرات كيفوت عليا المترو كناخذ الطاكسي كناخذ طاكسي عندو الطاكسي تما بالليل غالية كتجبني بديك 50 ليرة ولا 40 ليرة جاب الله كندي معايا الأورو كنصرفو كندي معايا ديك 300 أورو ولا 400 أورو كنديرها في جيبي كتقولش لي عا كيديري شي حاجة في جيبك إلا النهار الأخر قلت لك اللي غادي الغد لي غادي نمشيو بحالاتنا خوتي خرجوا بجوج كيدورو كيتقداو لولادهم الحوايج وتعطلو وجلست جيت أنا بكري شوية وجلست بحال هكا فوق الطبلة وانا نمشي للثلاجة وانا نهز واحد شوية ديال الروز وشوية ديال الدجاج حيتهم كناكل جيت كنهضر معايا وتقول لي انا ما عنديش الفلوس انا ما عنديش هادي انا مزيرة زيرتنا هاد الدار زيرتنا هادي قلت لها وما كنتيش بنتي تقطعي لينا حنا بثلاثة كنتي تقطعيه والخال كيجي عندك اللي هو شاهد ليك وهو اللي شاهد ليك في الطلاق وهو اللي شاهد ليك في الخطبة وما كنتيش تقطعي لنا مني ما عندكش وثانيا قلت لها مني ما عندكش لا جبتي بنت خالتك وفتحتي لها عينيها بجوج المليون وجبتي بنت خالك وداويتيها قلت لها داويتيها ب 150 الف ريال وانا تقولي لي دي من ما عنديش انا طلبت لك وهاك بدات كتغوت عليا ماشي كتهضر بداك الاداب وبالصوت قلت لها ما تغوتيش عليا اش قالت لك؟ انا كنهضر معاك قالت لك ماشي سلوكك ماشي شغلك وما تدخليش ليا في حياتي ولا عمرك ما تدخلي فيا ولا تقولي لي
يعني انا ما كنتش عرفتي لك كي قلت لها مني ما عندكش ديك الساعات ما تقوليهاش ليا علاش بلاد مني جات عندك بنت خالتك تحتي لها عينيها بجوج المليون وانا تقولي لي ما عندكش قالت لي ماشي سوقك ماشي شغلك وتنقول دخلي سوق راسك ما تبقايش داخليه في حياتي وحياتي هذيك واعطيني اتساع وما عمرك وندمت اودي ندمت 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 علاش قطعتيك وجيتي عندي قلت لها ياك عرفتي بلي تقولي لي واش اللي كثار وضرها غادي نلقاك قلت لها عطيني اتساع صافي وجيت صافي بغيت نخرج في ذاك الليل جاو خوتي وما يلقاونا كنتخاصمو هو راجلها ما كيدخلش لهاد المشاكل راجلها ما كي الا سمعك كيسد عليه البيت وكيسد عليه البيت ديالو وكيتصمت واش اخويا مع الدخله قال هي تقول سمعت خوتي جايين ندخلوا معاك يا مستارو تحلوا مستارو انا الله يعطيني شي مصيبه انا الله يعطيني هادي الله يعمل هاد بنادم اللي خطر شي يطيح ويقول له اخويا الله ينجيك مالك اودي ما درت ليها والو والو بدات كتغوت عليا غير بوحدها قالت انا ما عنديش فلوس قلت لها مني ما عنديش فلوس ما تقطعيش لينا قطعي لواحد خوال كيجي عندك ولا ما تقطعيش بدات كتغوت عليا كتقول لي ماشي سوقك ماشي شغلك ماشي صافي بغيت نخرج بحالاتي في ذاك الليل نمشي لاي وطين بات في طاس صح قلت خويا جمع ليا مع الحوايج جبهم ليا نتلاقاو في المطار صافي قالت لي بغيت تضحكي فيا راجلي بغيت ديري فيا صافي بغيت تخرجي بغيت نمشي عند بنتك انا عرفتك واش غادي عند بنتك قلت لها بنتي ما عندي فين نمشي عندها لان ما ساكناش ما عايشاش ما عندها سكنه ما عندها فين كتزور وقع عند عباد الله انا بغيت نخرج قلت لها غير ندور وكا عباد الله قلت لها راح شمعك راني عندي العصا بغيت نمشي ديري قلت لها السويطه راه كلي كنترعب راني قلت لها حالتي صافي بقات كتغوت عليا صافي وانا نطيح مني كنطيح انا دابا مني كنطيح كنسمع ولكن باش نهضر ما كنقدرش كنطيح كيتلو عليا سالي طحت مني طحت خوتي ساكن نزلي تيقولوا لها واعي هذه راه امك بغات تموت وانا كنسمع بودنيا وكنت رعد لي يدي ورجليا ونساني ما قدرتش نهضر بيه تقول لي تموت ولا تجلس مع الايمان ديال لا ندمت كاع على علاش جات عندي تموت ولا تجلس يقولوا لي اجي عند امك راه بغات تموت وجاو خوتي مساكن كيفشوا عليا في الماء وداك الشيء واحد خويا كبر مني واحد صغر مني وقالوا كتقول لهم ما نجيش عندها ولا نشوفها ولا نسمع بودنيا ولكن ما نقدرش نهضر قالت لي تموت ولا تجلس انا ندمت حتى جبتها عندي اش بيني وبينها تفو على امك دايره تفو على امك دايره صافي ما قدرتش نتحرك تماما حتى لواحد الوقت عاد نوضوني خوتي مساكن وحطوني وغطاوني ما دانيش نعس ديك الليله كلها نط مع الصبح ما لبس المونطو ديالي لبس الباتيريا تقول لي ها قالت لي يلاه جايه بين نبوس لك راسك صبحتي لابسه عليا المونطو ديالك ثاني صبحنا على الله تفو على مرا كي دايره قلت لها الله يرحم ليك الوالدين وانا نخرج ضربت الباب وخرجت خرجت بحالاتي مشيت عند الاخرى شديت الميترو مشيت عند الاخرى جبت لك عيطت لها قلت لها بغيت نمشي بحالاتي اش غادي ديري واش غادي تمشي عند ولدك ولا ما غاديش تمشي قالت لي راه غادي نجي معاها 15 شهر واحد صيفط معايا واش عيطت لها عرفتي عيطت لها قالت لها فينا هي ديك بلا ما نقول لك فينا راه قلتها لك قبيله قالت لها فينا هي ديك راه الطياره عندها وهي ما عرفتش مشات قلت لها صافي انا راه غادي نمشي وبنتي فين الله يرضي عليك جي ديري الوراق لولدك وجي شوفي ولدك ورجعي الا بغيتي ترجعي ولا سي انا بنت زعما غير كتدخل حيدها الباسبور ما باقاش تمشي ما جاتش ملي جيت من طوكيا عمرها ما عيطات جيت لقيت خوتي كيجمعوا في الحوايج قلت لك جمعت حوايجي في الصاك مشينا للمطار ما تيخطات معايا ما قالت لي بالسلامة تات معنا تا المطار دخلنا مع المطار مشيت ما واكله والو ما فاطرة ما ضايقة ما والو طلعت الطيارة عاد جاونا ديك الماكلة في الطيارة كناكلها ما بغاتش تدوز ليا وكنبكيو الدموع كيطيحو ليا وجايين خوتي وكيسكتو فيا صافي وصلنا للمطار ديال كازا شدينا خويا خلا الطوموبيل تماك في المطار جابني مسكين في الطوموبيل وجا كيطلو فيا وكيحزر فيا توصلنا لأكادير ما شاء الله وعندك علاقتك مزيانه مع تيجو يزوروك ولاد خوتك وبنات خوتك خاصه كان عندي واحد اختي مسكينه الله يكثر خيرها هنا حدايا اختي ليلى هي اللي كتجي عندي وكيجي عندي راجلها مسكين هو اللي جاداني البارح في السبيطار وهي التليفون خدام 24/7 من الخدمه كتعيط ليا بالنهار اختك ولادها كيجيو عندي ولكن الاخرين لا ولا ولاد خوتك الاخرين ما تيجيوش لا عندي واحد اختي مسك عليها الله زعما لاباس عليها ما كتوصلنيش ما كتجيش عندي ما كيجيوش عندي ولادها ما والو هادي وعندي هاد خويا ولادو
خي واحد كيقرا في مكناس واحد كيقرا في بنقرير وما كيعيطوش ما كيسولوش ما والو. هو كيعيط هو كيعيط ولا عيطي ليه وقلتي لي راه هي شي حاجه كيهز الطوموبيل وكيجي يجري عندي. والام مسكينه راه شاده القنت مريضه مسكينه مابقاش كتنوض وبا فرنسا وتا هو يلا تزوج بنت 15 عام. ملي كتشوفيها كتعرف حالك كتعرف الوضع ديالك ولا ولا هي يعني حتى الذاكره ديالها ولا شو يعني ما كتعرفش هادشي اللي تيدوز عليك؟ امي امي عارفه مسكينه امي كتقول لي واحد الحاجه تقول لي انت ركبتك في صحتك الا خطاتك صحتك وركبتك بنتي راه ما كاينش اللي يرحمك راك غادي ترمي ما كاين اللي يهزك حتى من الركنه. هذه هي الهضره ديال امي مسكينه ولا اللي يبقى فيا خويا المصطفى. ما سمعت من امي ولا من با ديك كلمه ساخطين عليك ولا ولا داو مني شي عيب ولا شي حاجه ليومين هذا كون هي كنت مسخوطه ولا شي حاجه كنقولها لها كنقولها لامي وربا كتقول لها قولوا لي واش انا مسخوطه معاك وكيقول لك با اعوذ بالله با كيعيط من فرنسا وكيقول لي انا راضي عليك دنيا واخره. امي مسكينه قالت لك وقت ما مشيت عندها انا راضي عليك انا راضي عليك يعني ما عمرنا حنا لحد الان ما كان والدينا كنحشموا منهم واللي قالوا علينا كنحضروا ريوسنا وداك الشيء ما كنتبهاش فيه. بناتي لا بناتي لا بنتي الا قلت لها غير الا كنت الا عيطت لها في التليفون كنقول لها حشومه عليك كنصيفط لها شي اودي تدرى ما بقاتش كتجاوبني راني موك راه كتهضري مع البراني وما تهضريش معايا راه كنشوفك داخل الواتساب وكتهضري اش كدير كتعيط لي ماشي التليفون مباشره كتعيط لي الواتساب ديالي ماشي السلامه ماما كي دايره اش بغيتي عندي اش بغيتي درت لي اعطيني اتساع اش بغيتي تعيطي لي اش تبغي لي هاد الهضره اش بغيتي عندي ثاني كتطيحي هاد بنادم اللي فكر شي الحمد لله ما كيك والو غير قولي بعدا كي دايره صافي كتقطع. هادي هي الهضره اللي كتقول لي. اها وباك دابا تيعيش في فرنسا؟ باك يعيش كان هو كندوز واحد 4 سنين في فرنسا ديال داكشي ديال الالمان ومني شفت التقاعد ديال العسكر مشى صايبوا ليه الوراق وداكشي وكيعيش في فرنسا. التقاعد مشى للبلاد ديالو ما عنده البلاد في العطاويه ومع مسكينه الوالده عيات قال لها يلا معايا للبلاد نقابل الزيتون ديالي وداكشي قالت لي اودي راه ما نقدرش نمشي انا عندي السكر ولا الطانسيو ولا باتي في الكبده باش يبقاو مقابلينها. ومشى تزوجت يلا تزوج بنت عندها 15 عام تبارك الله. وشحال عمره هو؟ 90 90 سنة اه 90 عام ولكن كيربح مزيان كيشد شي 3 مليون في فرنسا اللي كيشد. شحال دابا باش تزوج؟ دابا تزوج تقريبا الولد ديالو راه عنده 12 عام دابا ولدو 12 عام اها كتكون دابا المرا ديالو باقا ما مكملاش 30 عام عندها 15 عام والولد دابا عنده 12 عام كلشي 28 عام هكا كل 28 عام اللي عندها باقا صغيره اها وكنمشيو عندو البلاد وكيجي لهنا كيجي لنا ولكن زعما ما عمرنا شلنا فيه زعما ما عمرو با تخلى علينا ولا خلانا يسول مسكين عيط من فرنسا يعيط من هنا الى جا عيط من البلاد وعيط من كل شيء. اها ما عمرنا شفنا فيه شي حاجه ولا عمرو زعما خلانا واخا تزوج مسكين كيجي لحد الان يدور معانا يعطينا الفلوس الا مشينا عندو البلاد الا مشيت انا عندو البلاد جبت مسكين يدور معايا. وتي عرفت هو احوالك وظروفك قريب من احوال كلها. مسكين كل شيء عارف داك الشيء كل شيء عارفه عارف حتى البنت بان والدها الوالد عارف كل شيء ما خبيت عليه والو. با عندو واحد العيشه ديال الكور يعني ماشي شي واحد اللي معقد ولا شي حاجه عقلو مسكين داير يقول لك ما عندك ما تجي راك غادي تجي بها غير فراسك اللي طلع عطاها بنتي تيقول يا كاع مسكين اجي جلسي معايا هنا في الدار اجي عيشي معايا. وعلاش ما تنتهزيهاش فرصة ماشي فقط تجلسي معاه باش ولكن على الأقل تنتهزيها فرصة تمشي توصلي شوية يعني راسك من هذاك القلق والتوتر ربما في البادية ربما حداه ربما تذاك الحيض الأبوي اللي ما لقيتيش في صغرك حداه ومعاه
تبدل المآل ديالو وتشوفي وليداته ولا 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 ولده وهو دابا تقريبا عمره 12 عام عنده الولد عنده 12 عام وعنده البنت عندها 7 سنين ويمكن يلقى على كل حال الولد صحبه مزيانه مع 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 جدو ولا كنشوف دابا غير تعيش الدري قلت الا عندهم شي عطله ونمشي ان شاء الله دابا كيقرا الدري قلت يشد العطله ونمشي حيت ما عندي انا عند من نمشي كنمشي نشوف غير الام ديالي الام ديالي عندك الاخت ديالي اللي مسكه لي الله ما ماشي هي اختنا غير من من منا ماشي اختنا من فيها كل خير فيها كل خير هي اللي شاد امي وهزها من دواها من كل شيء من فيها كل خير هي وخويا داك خويا كيتناوبوا عليها في الدواء في كل شيء وهي عايشه عند اختي الحمد لله اللي هي من امك لا من امي وزعما نهار العين فيها مزيان في الام ديالي في الام ديالي الدار ديال امي دابا غير مسدوده فيها ثلاثه طبقات اللي مسدوده ما فيها حتى واحد وكتعيش عند اختي حداها حيت جينا كلشي في واحد البلاصه كلشي دايرين فيها كنمشي نطلع عليها وكنجي وقلت زعما تيشد الدري ما كاين اللي يشدو ليا حتى يشد شي عطله ونطلع نهبط عند الوالد هادشي الا لقيتو ما مشاش لفرنسا لانه هو كيجي يجلس هنايا غير شهرين وكيمشي لفرنسا وداك الولد باه وداك الولد باه اللي عنده 11 عام داك الولد اللي عنده 11 عام باه ما كيسول فيه ما كي والو اخويا والو واحد مره عيطت ليه قلت ليه قلت ليه فلان فلان بلا ما نذكر سميتو قلت ليه هو كان برنامج لي ودابا هبط ما بقاش برنامج قلت ليه فلان الله يخليك قلت ليه واحد مره واش ما تشوفوش قلت ليه واش تشوفو قال لي جيبيه ليا البلاصه الفلانيه فلان حدا الحسن الثانيه هي في الخلا وديتو ليه في الطوموبيل حتى تماك غير في الخلا شحال كان عنده من ديتيه ديتو عنده ديك الساعات عنده 6 سنين اها ديتو عنده 6 سنين ويشوفو عنده بس قلت له دابا انت خفتي من الناس وما خفتيش من داك اللي فوق منك خفتي من الناس يشوفوك اللي يشوفوك في الخلا كتبوس فيه وفي الخلا وما قدر وما خفتيش من الله اللي خلقك باش داك الدري تعترف به اللي غادي نعترف به قلت له امتى دابا قلت لي بيني وبينك انت واش قادر دير التحاليل قال لي نديرو قلت لي دير التحاليل الا كتقول هذا الدري ماشي ولدك دير التحاليل انك انت اعترفتي نهار الاول وقلتي الولد ولدي وانا اللي درت وانا اللي فعلت وانا اللي تركت وانا اللي درت قلت لي انت ما عطيتش درتي انت وخويا داكشي درتي انت وخويا راه خليت لكم الله ياخذ فيكم الحق خليت لكم الله ياخذ فيكم الحق كنا ضيعتوا البنت ضاعت بسببكم باش ضاعت هاد البنت والدري دابا راه ضايف ما عندوش الوراق ديالو ودابا كيدير التحاليل ودير الوراق للدري من هذاك الوقت اليوم من هذا ما تلاش عمرو صيفط شي ريال اخويا كنقسم لك بالله العظيم الا كنخلص عليه دابا مدرسه البريفي 800 درهم واش كيقرا انا فين كان تيقرا لي في مدرسه المخزن يقرا نص نهار نص نهار لا كي ما كي بعض المرات كنقول راه مشى للمدرسه كنلقى ما كيمشيش الا ما قراش كيبقى يلعب تماك وانا ندخلو للمدرسه ديال الفلوس دابا كتجيبو لي طرونسبورطا حدا الباب وكيصوني عليا وكنطلع داكشي علاش دخلتو انا لمدرسه الفلوس باش كيقرا او الدري دابا راه عايش بلا وراه بلا والو انا كنخمم ولا الدري مسكين الا خطيتو انا دابا حتى امو ما غاديش تجي تحن فيه حيت ما عندهاش الحنان من جهته ما عندهاش ديك الامومه باش بغيت هي ما عقلتش نهار تقول لي دوزي لي ولدي نهضر معاه توحشت ولا تعيط وحشت ولدي ولا ما فيهاش داك الحنان ديال الامومه ابدا اخويا ابدا تنقول دابا انا اذا مت ولا وقعت لي شي حاجه ولا تفلت يبقى فيا غير هاد الدري الدري ولا يبقى فيا لا ما عنده وراق ما عندوش ام حنينه اللي غادي تحل فيه الدري زويون وذكي تبارك الله وكيبغي القرايه وكيبغي الكره كيبغي بزاف ديال الحوايج وكيعاونوني فيه الناس كيعاونني مسكين واحد السيد الله يرحم ليه الوالدين هو كيتعاون معايا في المدرسه ديالته كيتعاون معايا في كل شيء الله يكثر خيره تيعرف حتى هو الظروف كيفاش دايره هو جاركم السيد كنت كاريه ليه اه كنت كاريه ليه في الدار عندي
وكان باغيها للزواج واخا ولدات وداك الشيء كان باغيها للزواج كان كيحماق عليها بغا يتزوج بها وهي ما بغاتوش. هذا السيد ماشي مغربي سوري سوري كيحد من دوك احياء اللي كيحفروا الابيار وبقى مسكين كيجي عندو تيجيب ليه التقضيه تيعتبرو بحال ولدو ودابا لحد الان تيجي عندو الحاجه اللي خصاتو وكيقول لي عيط ليا وما تحشمش وتيجي مسكين دابا قال لك لو كان بغات كاع دير حاجه قال لك كنت غنتكتب معاه نهار واحد نديرو في الوراق ونديرو ولدي قال لك نقريه ونكبر قال لك في سبيل الله ولا ولا قوه الا بالله. والله العظيم هذا السيد زعما ولد الناس الله يكثر خيره قال لك انا نوقف مع الدري حتى يولي راجل قال لك غير تكتب معايا غير نهار باش قال لك زعما ندير ليه الحاله المدنيه قال لك راه الا لقيت كيفاش ندير ليه الحاله المدنيه بلا ما كاينه هي ضرك قال لك نصايب ليه الوراق ونديرو في الحاله المدنيه بان ولدي قال لك باش الا كبر الدري ما يتعقدش حيت ولا تيقول ليه بابا دابا الدري ولا تيقول له هذاك السيد بابا وبغيت زعما كون درت معاه هكاك حيت حتى الا كبر الدري قال لك يعرفني بان انا راه باه بلا ما يبغي يكبر قال لك ويتعقد وبدا يقول لي عرفتي هو با واش درتي ليا واش درتي ليا قال لك انا نكون با حتى المامات قال لك نهزو حتى المامات. ومني كنتي ديتيه في 6 سنين عند باه اللي تبين بانه فعلا باه من بعد ديك العلاقه اللي كانت مع بنتك ما سولك الولد شكون هذا ما استفسر ما في 6 سنين ديك الساعات لا ما بيناش قدام الدري ما بغيتش نبين قدام الدري. واش من صفات ديتي ديك الساعات شنو قلتي للولد؟ قلت ليه غير هذا السيد بغى يشوفك هذا السيد راه كنعرفو بغى يشوفك وصافي وما قال لي لا ولدي لا والو بقى كيعنقو باسو بحال هكا جبد 1000 درهم ودار عليه في جيبو صافي الدري ما قلت ليه والو عرفتي الدري 6 سنين ماشي غادي ما يكونش سمعكم مني قلتي ليه انت خفتي للناس يشوفوك وانت مضرق على ولدك باش تبوسو وتعنقو. لا طلعتو في الطوموبيل عندي انايا وبقيت كنهضر معاه من الشرجم ديال الطوموبيل هو من الشرجم قلت ليه شوف ما خفتي من الناس وما خفتيش من الله اللي فوق منك دابا كيجيتي في الخلا وما حداك حتى واحد غير الشوك وانت وانا والدري قلت لي خفتي من الناس وما خفتيش من الله اللي فوق منك علاش قال لي لا راه با الا سمع الخبار غيحيد ليا كلشي داكشي والمراه عندي غتدعيني وغدير ليا وهات ليا البنت دابا ما دارت معايا والو البنت اللي تنقولها موضي ندعي وكتهرب كتهرب كتهرب ما بغاتش ما عرف اخويا واش كيعيط لها كيدور معاها ولا كيعطيها شي فلوس ولا ما فهمتش ما تنقول لها نوقف معاك ونديرو المحامي وندعيه باش يدير هاد الدري في سميتو ما كتبغيش الدري دابا تعلق ليا بداك السوري كيقول ليه بابا وعزيز عليه عزيز عليه بزاف ولكن هو تيعرف بلي ماشي باه طبعا كيسول على باه شكون هو وكيف هو ولا انت ما قلتي ليه حتى حاجه؟ لا ما قلت ليه حتى حاجه وما عرفش عارف داك السوري هو باه ما عرفش عارف السوري هو باه كيقول لي دابا بابا ان اي حاجه بغاها كيجيبها لي اي حاجه بغاها كيشريها لي اللي قال لي بغيتها كيجيبها لي كيهز التليفون كيعيط لي الو بابا واخا تيكون هو خدام في الصويره ولا خدام في ولا تبرحيل ولا فشي حاجه ما كيخدموا غير في الخلا اوكي مسكين كيعيط لشي حد في صحابو كيقول لي سير دوز ديال قد القد ديال الفلوس سير دوز ديال قد القد ديال الفلوس تيجيب هي البنت درك اللي كان باغيها للزواج ما كايناش وما بغاتوش وهو السيد مسكين عايش هنا وداك الدري عزيز عليه اكثر من ولده اي حاجه بغاها كيجيبها لي اي حاجه هو كيجي مسكين كيقول لي انا بغيت ندير داك الدري نديرو في الوراق بان ولد بان انا باه مشى حتى عيط لوالديه في تركيا في سوريا حيت كاينين في ديك الحدود هما ديال تركيا
حيت هما سوريين والدي كاين في دوك الحدود ديال تركيا، هما سوريين وما بقاوش عايشين في سوريا، وقال لهم راه عندي ولد ولدته في المغرب. للاسف قال لهم راه عندي ولد ولدته في المغرب، ونزلوا منزله هنايا وصيفط لهم تصاور في الواتساب، قال لهم هذا راه ولدي ولدته في المغرب. قال على با وامه وخوته، هو مسكين مع با ما والو، تيقول لهم راه ولدي. قال لك انا ما بغيتوش شي نقص الا كبر، قال لي كله يولي معقد ولا يولي شي حاجه. قال لي ويلا عرف ويلا عرف باللي هذاك ماشي باه، هو دابا في 11 عام. مأساة مستمعة بهيجة من أكادير، بديناها معها من تقريبا 18 عام أو قبل منها شي شوية، من الضغط، من التخلص من الحياة ديال الدار، الجوج اللي عشت من بعد عامين، الظروف اللي عشتها من بعد العامين اعتقادا منها ان غادي توكل ولا بناتها وتعيشهم، خدمه اللي خدمات والطريق فيها اللي مشات، كبروا البنات واللي سقاتها من نفس الجرعه عاودت سقاتها للاخرى، غير الظروف كانت كتبين وكتختلف.